مساء الخير واهلا بحضراتكم واولى حلقات كل يوم سنه 2024. كل سنه وحضراتكم طيبين. سنه جديده نتمنى انها تكون سنه خير على المصريين الطيبين المحترمين اللي تعبوا في حياتهم كتير وشافوا مقاسي كتير، ويعني اعتقد ان هم يستاهلوا كل خير، وان شاء الله باذن الله تكون سنه خير عليهم. عندي شوية خواطر شخصية كده حبيت أشارك حضراتكم فيها، إنه في العام ده أرجوك واجه الحقائق. يعني أنا قعدت بيني وبين نفسي كده قلت إيه، لابد من مواجهة الحقائق دون تجميلها. محدش هيحل مشاكلك غير نفسك، محدش عنده حل بره بيتك هيجي يقول لك مشكلة بيتك إيه فهحلها لك. أنت اللي لازم تفكر في مشاكل بيتك وتدرسها كويس وتواجهها، تواجهها وما تجملش الموقف. لا، قول الحقيقة كما هي. عندي مشكلة في البيت هحلها، عندي مشكلة بيني وبين أخويا هحلها، عندي مشكلة بيني وبين مراتي هحلها، عندي مشكلة في الورثة هحلها، عندي مشكلة في الدخل هحلها. هفكر فيها وهواجهها ومش ههرب. الحاجة التانية، ما تحاولش تحسس نفسك إن كل المشاكل في وقت واحد مطلوب حلها. لا، انت بس قسمهم، هات ورقه وقلم كده واكتب انا عندي المشكله الاولى، الثانيه، الثالثه، وريح نفسك. ومحدش هيحللك حاجه غيرك. الدنيا بتاع اليومين دول محدش بيحل لحد مشاكله. الكلام ده ينطبق في الاسره وفي الدوله وفي المجتمع الدولي وفي كل مكان. محدش بيحل مشاكل حد، انت اللي بتحل مشاكل نفسك. فحاول تفكر السنة دي في مزيد من الصراحة مع نفسك، مزيد من الوضوح. وكتر الولولة في المشاكل ما بيحلش المشاكل، اللي بيحل هو التفكير الموضوعي العملي اللي فيه خطة، اللي يخليك تقدر تقول أنا هخرج من المشكلة دي أيا ما كانت المشكلة. عايز أتجوز، عايز أشتري عربية، عايز أبني دور زيادة في البيت. في مشاكل في البيوت المصرية احنا اعتدنا عليها. كل حاجة من دول تقدر ان انت بالتفكير وبخطة توصل لحل ليها. الحاجة الوحيدة اللي تتأكد منها وتحطها دايما في بالك، ان عمر ما حد هيجي يحللك مشكلتك. انت بدراعك وبفكرك اللي هتحل مشاكلك. كمان حاول ما تتأثرش بالظروف اللي حواليك نفسيا، لانها مش هتنتهي. يعني ما تخليش كل اللي بيدور حواليك من مشاكل يخليك واقع معنويا، لأن عمر ما المشاكل دي أو الأحداث دي هتنتهي، لكن أنت عمرك هو اللي بيزيد. كان عندك 30 بقى عندك 40 بقى عندك 50 بقى عندك 60، العمر بيروح. لو هتفضل طول حياتك بتتأثر بالمشاكل الكبيرة اللي حواليك، اللي هي مش مشاكل خاصة بيك، خاصة بشكل عام، مش هتقدر تنتج في مشاكلك الخاصة. كمان حاول تحب نفسك شوية. يعني لو أنت دايما بتدي للناس وتدي لأسرتك وتدي لزمايلك وتدي لنفسك، ادي لنفسك فرصة للتأمل، فرصة للراحة، فرصة انك تفصل من التليفون، فرصة انك تقعد مع نفسك شوية، فرصة ان انت تقول انا كمان استاهل، انا تعبت في حياتي ولازم استاهل ان انا ارتاح، لازم استاهل ان انا افكر في روحي. لو حبيت نفسك شوية مش كتير يعني، هتحب الناس اللي حواليك وهتقدر ان انت تديهم. كمان ودي بقى حاجة أنا بعملها، بطلوا تسمعوا للناس الزائفة. يعني الناس اللي هي إيه، في ناس في حياتنا كده اللي هو بيعرفك لأنك قوي، أو بيعرفك لأنك بتلمع، أو بيعرفك لأنك عندك فلوس، أو بيعرفك لأن عندك منصب. صدقني لو الحاجات دي راحت الناس دي هتختفي. فكر بقى في بتاع زمان اللي كان بيعرفك وأنت لا عندك منصب ولا فلوس ولا حاجة، وده ممكن يكون ما بيلمعش قوي زي الناس اللي بتلمع اليومين دول اللي حواليك، لكن صدقني ده اصيل قوي، وده جدع قوي وطيب قوي. واوعى تعمل حساب ارضاء الناس. الناس اذواقها مختلفه ودماغاتها مختلفه. لو قعدت تحسب حساباتك ودنيتك عشان ترضي الناس، انت اللي هتتعب، وفي النهايه مش هترضي الناس. فكر في نفسك وفي مشاكلك عشان تعرف تحلها بهدوء، وقيم الناس تقييم صحيح. قيم الناس اللي بتعرفك لشخصك، قيم الناس اللي واقفه معاك بجد. فكر انه اهم تليفون اللي بيجي لك هو تليفون صاحبك الحقيقي، مش تليفون صاحبك اللي عايزك لانك في مكان معين او ليك وضع معين. فكر انك لو وقعت صاحبك الحقيقي هو اللي هيشيلك. فكر ان ترتيب اولويه الناس عندك واهميتهم بحبهم الحقيقي المخلص. فكر في الكلمه الطيبه والكلمه الحلوه، وما تديش كتير، ادي على قد اللي بيديلك، ادي على قد بيديلك، لان ده نوع من انواع العدل. ما تنساش انك تحتفظ بقيمتك وبكرامتك، لانك لو اتنازلت عن قيمتك او كرامتك مش هتعرف تواجه نفسك. وخلي دايما الود قائم بينك وبين الناس بقدر. اللي بعت لك رساله عامه يقول لك كل سنه وانت طيبين ما تردش عليه، لكن اللي يقول لك يا استاذ محمد كل سنه وانت طيب، ده راجل ذكرك بالاسم وبعت لك رساله بالاسم، ده ترد عليه. خلي بدل ما تعيد على حد، كنت دايما متعود تفرود الرسائل كده وتقول للناس كل سنه وانتم طيبين، فكر مره انك تختار حتى 5، ترفع سماعه تليفون وتقول له طمني عنك، انت كويس، كل سنه وانت طيب، بدل ما بقينا بقى نعمل رسومات وقلوب والحاجات دي كلها. تعالوا نرجع نصفي ذهننا شويه عشان نقدر نكمل في حياه صعبه، حياه لا تعرف الا القوه، حياه محتاجه تماسك. وكل رب اسره بيسمعني دلوقتي لازم يعرف انه مسؤول عن حاضر ومستقبل الناس اللي معاه. كل رب أسرة صغيرة كبيرة فقيرة غنية هو مسؤول عن ولاده وعن زوجته وعن أخوه وعن أمه وعن أبوه. حاول تعرف أنه أنت اللي ربنا وضعك السبب عشان تحل مشاكل الناس، عشان تضمن لهم حياة طيبة، عشان تضمن لهم مستقبل طيب. فده أمر أتمنى إن إحنا نوفق فيه في السنة الجاية. وعندنا حلقة النهاردة جبنا مجموعة من المتخصصين عشان نشوف مزاج المصريين العام شكله عامل إزاي، وإزاي إن إحنا نقدر نحسن من هذا المزاج العام. زي ما قلنا كل رب أسرة مسؤول عن الأسرة، والحكومة المصرية مسؤولة عن الشارع المصري وعن حال المصريين. فكرة الحكومة قايمة على أننا كمجتمع بنختار مجموعة مننا مهما كانت آلية الاختيار، بنقول لهم والله أنتم أفضل من فينا في الوقت الحالي، وبالتالي مقادير الأمور بين إيديكم، اتفضلوا بقى، ده دخل البلد أهو، ودي مشاكلها ودي ديونها ودي طموحاتها ودي آمالها، قصاد التركيبة دي بقى أنتم بما أوتيتم من علم فكروا عيشونا كويس. ده باختصار كده زي رب الأسرة بالظبط، بيبقى عنده الأسرة بيدخل لها قد كده، وعندها واحد بيتعالج، وعندها واحد بيتعلم، وعندها واحد بيسافر، فهو بيحاول يرتب الأولويات ويعمل. المهم الناس يعني محدش يحس بالاحتياج، والمهم إنه ينجح ويكون أجيال جديدة، والأجيال الجديدة تنجح، وهكذا. دي فكرة الحكومة. برضه الحكومة دورها إنها تنسق حال المواطنين، تشوف حال المواطنين ماشي إزاي. ومرة تانية وتالتة وهعيدها للمرة المليون، العمل العام انك تبقى رئيس وزراء مصر او وزير في الحكومة المصرية سنة 24، ده امر شاق جدا ومش سهل ومتعب. والله يكون في عون الدكتور مصطفى مدبولي وزملائي، لانه الامر في غاية الصعوبة، وامر شاق ذهنيا ونفسيا واسريا وكل شيء، لكنه ايضا شرف كبير. يعني اكيد ابناء الدكتور مصطفى مدبولي يعني سيفخروا، هيكتب في تاريخهم وتاريخ أحفادهم إن في يوم من الأيام والدهم كان رئيسا لوزراء مصر، كان رئيس حكومة مصر. ده أمر يعني يكتب في تاريخ العائلات بفخر كبير يعني. لكن بطبيعة الوظيفة العامة أنها تقبل الاختلاف، يعني تقبل النقد والاختلاف أو معرضة للنقد والاختلاف، ده شيء طبيعي جدا. النهاردة رئيس الوزراء عقد ستيتمنت، يعني أنا متحفظ على الناس اللي بتسميه مؤتمر صحفي. إحنا اللي بنفهم إن إحنا بنساعدك، القاعة اللي حضرتك قاعد فيها ومكتبك ده حاجة زي 5 متر في 5 متر، وسيلة الإعلام دورها أكبر لأنها متسعة، وإحنا واحد مش 2. الإعلام والحكومة في الاتنين عايزين صالح المواطن، لكن هل هتفضل مصمم على هذه التركيبة اللي هو ده اللي عندي وأمشي؟ أنا آسف، أنا معترض على اللي حضرتك بتعمله. أنا حقي إن أسألك، أنا حقي إن أطمن على حال بلدي. فأجد أنه الحد الأدنى من احترام الرأي العام هو في إقامة مؤتمر صحفي بما تعنيه الكلمة، رؤساء تحرير الصحف، إعلاميين يكونوا موجودين. اتفضلوا حضراتكم، أنا هلقي بيان في نص ساعة وحضراتكم عندكم ساعتين تسألوني إن شاء الله مرة في الشهر. مش فاهم أنا، يعني ما بنقولش بدعة. فأكرر اعتراضي التام على شكل ما يسميه رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفي، وأسميه أنا كلمة يلقيها للناس دون أي تعقيب، ويترك التعقيب بقى في البرامج التلفزيونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي. وما عادش يا جماعة، عشان برضه أكون أمين، بعد الحوار الوطني وبتكلم على تجربة شخصية، ما عادش المسؤول يقدر يرفع سماعة التليفون على المتحكمين في وسائل الإعلام ويقول لهم أصل فلان ده صوته عالي والنبي وطوا صوته شوية، أو مش عارف إيه، ببلاش الموضوع ده. ده ما بقاش يحصل بعد الحوار الوطني. كان بيحصل، عشان بس أبقى صادق، ده كان بيحصل. كان ساعتها أنا بقى برنامجي واقف، لكن أو كان يقال لي ده يعني. لكن دلوقتي وبعد الحوار الوطني دي بقى اسمها الإرادة السياسية. ما بقاش حد يقول لحد والنبي معلش وبتاع. واحنا بقى من يعني، او انا بتكلم عن نفسي من قرارة نفسي، ما عنديش فكرة ان حد يقول لي تقول ايه وما تقولش ايه، او تنتقد مين وما تنتقدش مين، طالما ان احنا بنبحث عن الصالح العام. فبدأ المؤتمر، او بدأ الكلمة اللي رئيس الوزراء قالها، وقال انه احنا ليه رفعنا الكهرباء؟ احنا ليه غلينا تذاكر المترو؟ احنا ليه بنعمل ايه؟ احنا ليه، أو إيه خطتنا في الدعم؟ وذكر مجموعة من الأرقام، وتحدث عن الاقتصاد ومعايير الاقتصاد ومعايير النجاح في الاقتصاد. وطبعا أرجع الموضوع الأساسي اللي بقالنا 3 سنين بنسمعه، إن إحنا مرينا ب3 أزمات، وهي كورونا وأزمة أوكرانيا وأزمة الحرب على غزة، وإن كل هذه الأزمات زي كل دول العالم أثرت، وبالتالي إحنا كنا ناجحين بس حصل لنا نوع من أنواع التراجع بسبب ال3 حاجات دول. ده خطاب متكرر وكلمات متكررة دائما رئيس الحكومة بيقولها. لكن هو اللي أنا استنتجته أنه الحكومة تحاول أن ترفع يدها من الدعم بشكل تدريجي، ولكن من خلال الدعم أو داخليا داخل الدعم هتخلي الفئة الأغنى تدعم الفئة الأقل، لكن هي كدولة لن تتحمل الدعم، أو تحاول خلال سنوات ال5 6 سنين الجايين انها ترفع تدريجيا فكره الدعم. عايزه ان انت تذكره المترو بتتكلف 10 جنيه انت تدفع 10 جنيه، لتر البنزين 10 جنيه تدفع 10 جنيه، الكهرباء 10 جنيه تدفع 10 جنيه، ما يبقاش فيه الدعم ده. بالتوازي مع الحزم التمويليه التحفيزيه التشجيعيه للطبقات البسيطه اللي هي الحزم الاجتماعيه، يعني هيحقق نوع من انواع التوازن من وجهه نظر الحكومه، لو انا فهمت مؤتمر السيد رئيس مجلس الوزراء النهارده او الكلمه بتاعته صح. والاشاره تقول اننا امام، او ما فهمته ايضا، اجراءات اخرى قادمه خلال اوقات زمنيه مستقبليه هترفع يد الحكومه اكتر عن بعض السلع المدعومه او عن فكره الدعم بشكل عام، وبالتالي يصبح هناك احتمال لزياده اسعار اخرى. لذلك ايضا في موضوع الكهرباء، لما شفنا اللي خرج عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، كان فيها بنود مكتوب فيها في أحد البنود أن الأسعار محددة وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي 30.9 جنيه للدولار، على أن يتم إعادة النظر في التعريفة في حال تغير سعر الصرف. يعني هذه الأسعار أيضا دي اللي صدرت النهاردة أو صدرت امبارح، وزي ما حضراتكم شايفين الأسعار محددة وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، لو تغير سعر الصرف سيتم إعادة النظر في هذه الأسعار. وأشرح رئيس الوزراء طبعا أنه إحنا بنجيب مصادر الطاقة بنجيبها بالدولار، الدولار عندنا فيه مشكلة فلازم تغلى، فلما تغلى لازم أغلي على المواطن إلى آخره. لم يتبنى رئيس الوزراء موقف المواطن، هو تبنى موقف الحكومة. طب أنا بقى، هو بيقول لك إيه، أصل المترو لما بيعطل وقطع الغيار وقطع الغيار غير، طب ما أنا التلاجة عندي لما بتبوظ وبجيب لها قطع غيار ما هي كمان غليت عليا، طب ما أنا الدواء غلي عليا، طب ما أنا المواصلات غليت عليا، ما البنزين غلي عليا. طب هو أنت بتيجي بقى في يوم من الأيام تقول لي والنبي إعفاء ضريبي 30%؟ ما بيحصلش. الحقيقة انه المواطن شال الشلة كلها. ما كانش عند الحكومة حل غير انها تزيد من الاعباء على المواطن. مفيش فكر اخر. ولما قال طيب والناس بتسأل عن رؤيتنا الاقتصادية والى اخره، انا اصلا مستني لحضرتك وعدتنا بيه ان ازمة الدولار ستنتهي في القريب العاجل جدا. انا بقتش فاهم. يعني الازمه هتنتهي في القريب العاجل جدا، ولا حضرتك بتقول التحسن هيبقى في 2025؟ النهارده كان كلام رئيس مجلس الوزراء انه هذه الازمه يعني هيتم حلحلتها كده 2025. وبرضه استخدم نفس العبارات في زمن مدني قصير، في مدى زمني قصير. يعني ما بقتش فاهم. مش عايز اقول بس يعني ايه تاني مرة أخرى لشخص الدكتور مصطفى مني كل احترام وتقدير، إحنا مختلفين في طريقة التواصل، إحنا مختلفين إن أنا مش عارف أوصل لحضرتك الشارع بيقول إيه. الكلام كده يا جماعة بقى كتير، فكل طلبي بهدوء، إحنا في مركب واحدة وإحنا مع بعض، ادعينا وفهمنا عشان إحنا نساعدك إن إحنا نفهم الناس. لكن مش معقولة الكلام بقى وان مان شو كده وخلاص. طيب هنعمل ايه في مشكلة الدولار اللي حضرتك وعدتنا انها تحل في القريب العاجل جدا؟ قال مستمرين في الطروحات واحنا عملنا الرخصة الذهبية. ما انا عارف احنا قلنا الكلام ده 100 مرة. في الطروحات بقى بعنا ايه وجاب كام دولار غير صفقة هشام طلعت مصطفى؟ الرخصة الذهبية دي اسمها تسهيل فكرة الاستثمار. يعني أنا لما أجي أستثمر، ده قرار اسمه مليار دولار هيدخل مصر، هعمل بيه شركة، هعمل بيه مصنع، عايز موافقات، سهلنا الناحية الإجرائية، لكن تبقى المهمة الأساسية هي دعوة المستثمر وإقناعه إنه يجي مصر. فين ده؟ طيب خلونا ناخد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء اليوم هي أن الدولة تحاول تدريجيا تخفيف وطأة الدعم على الموازنة. هل ما فهمته صحيح؟ يعني يا فندم الرسالة مش بالظبط كده. هي طبعا دولة رئيس الوزراء أشار إلى العبء اللي بيلقيه الدعم على ميزانية الدولة ومحاولة تخفيف ولو جزء بسيط من عبء الدعم، لكن ليست هذه الرسالة الأساسية. هو الرسالة الأساسية اللي شرحها دولة رئيس الوزراء هي أنه برنامج الإصلاح الاقتصادي كان في عام 2015-2016 كان يسير بمعدلات منضبطة وحقق نجاح في المؤشرات الرئيسية الخاصة به، لكن مع الأزمات الاقتصادية العالمية اللي حضرتك أشرت إليها ده ألقى بأعباء على الدولة. الدولة في هذه اللحظة غير صحيح أنها تخلت عن مواطن أو رفعت الدعم، غير صحيح، بل على العكس الدولة وضعت مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وأجلت بعض الإجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق المرتبطة بالدعم، وبالتالي الدولة لم ولن تتخلى عن المواطن. ودولة رئيس الوزراء يعني ما يمكن أن نستخلصه من رسائل أساسية في المؤتمر في الكلمة اليوم التي ألقاها، أولا أن الدولة لن تتخلى عن المواطن، أن عملية الإصلاح هدفها هي رفع مستوى معيشة المواطن. عظيم. تعال بقى يا فندم نترجم الكلام ده إلى واقع، نترجمه إلى واقع. الزيادة في سعر الكهرباء دي خطة اللي أنا فهمته وبرضه حضرتك صحح لي، دي خطة مستمرة، يعني هتستمر هذه الزيادات وفقا لمعدل زمني، ورئيس الوزراء قال 5 سنين. هل برضه أنا فهمت صح؟ يعني ده صح يا فندم، بس عشان نفهم الصورة عشان نفهم الصورة كاملة فيما يتعلق بالكهرباء لازم نعرف أو نشرح للمواطن إنه كان من المقرر طبقا لخطة الإصلاح لو صارت في توقيتاتها الزمنية الموضوعة إنه الدعم يكون انتهى بصورة تدريجية في 2023-2024، ميزانية 2023-2024. لكن طبعا نتيجة وطبعا الخطة كانت الموضوعة لما كان الدولار ب 16 جنيه، لكن النهاردة الدولار ارتفع ل 31. احنا كدولة يعني في قطاع الكهرباء المحطات بتعتمد على الغاز كوقود اللي بيتم استيراده، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار من 16 جنيه إلى 31 جنيه أدى بالتبعية إلى ارتفاع الدعم أو عودة الدعم في قطاع الكهرباء. اليوم احنا بنتكلم في 2003 أو كنا في ميزانية 2023 الدعم وصل ل 90 مليار جنيه. في وضع زي ده الدولة لم تتخلى عن المواطن، لأن يا فندم الزيادات اللي تمت هي زيادات بسيطة هدفها هي خفض قدر من التكلفة، خفض قدر من تكلفة الدعم التي تساهم بها الدولة في هذا القطاع من 90 مليار إلى 5، خفض التكلفة إلى 75 مليار. وكل الزيادات اللي حصلت هي في 3 شرائح رئيسية، الثلاث شرائح دي بتغطي 65% من المجتمع. الزيادة كلها في كل شريحة هي 10 قروش فقط، يعني حوالي 10 قروش فقط في سعر الكيلو وات في الساعة. أنا فاهم ده يا فندم في معدل الزيادة، وفاهم كمان ليه الزيادة حصلت، وفاهم كمان ليه احنا في أزمة، لأنه بقالنا تقريبا 3 سنين عارفين ظروف الأزمة دي، وفي كل مناسبة الإعلام بيذكر بها وأيضا رئيس مجلس الوزراء بيذكر بها. لكن أنا أعود لسؤالي اللي أنا قلته، هل في خطة تدريجية على مدار 5 سنوات، ده اللي أنا فهمته وحضرتك صحح لي، لرفع الدعم عن الكهرباء وجعل الشرائح الأعلى هي التي تقوم بالدعم للشرائح الأقل؟ ده صحيح يا فندم، دورة رئيس الوزراء شرح انه كان في رؤيتين للتعامل او سيناريوهين للتعامل مع الوضع الحالي. في سيناريو بيقول ان احنا ممكن نخفض الدعم خلال 2 عام فقط، وفي سيناريو قال ان احنا ممكن نخفضه خلال 5 سنوات. الدولة مراعاة لمحدود الدخل قررت انها تتبنى الخفض التدريجي على مدى 5 سنوات. تمام. وبالتالي مع ايضا كما ذكرت حضرتك تحميل الشرائح ذات الاستهلاك الكبير والاستخدامات الاستثماريه في مجال الكهرباء هي التي تدعم الشرائح المحدوده الدخل. يبقى اذا هناك خطه تدريجيه خلال ال5 سنوات لرفع هذا الدعم تدريجيا زي ما قلت في بدايه المكالمه. هاجي بقى الموضوع رفع تذاكر المواصلات. دوله رئيس الوزراء قال انه التكلفه زادت وقطع الغيار زادت ورواتب العاملين لازم تزيد، وبالتالي رفعنا قيمة التذكرة. هو يا فندم الموضوع مش مرتبط بالرواتب بصورة أساسية، هو مرتبط بدولة رئيس الوزراء شرح إنه مرتبط بتكلفة التشغيل والصيانة لمرفق النقل. مرفق النقل كما تعلم حضرتك انه في قدر من تكلفه التذكره مرتبط بتكلفه التشغيل والصيانه. على مدى فتره طويله كانت، يعني احنا بنتكلم انه على مدى 3 سنوات لم يتم رفع تكلفه التذاكر نظرا الى انه الظروف الازمه الاقتصاديه، وكما تعلم حضرتك انه الدوله تحملت هذا العبء. كان نتيجة من لذلك انه تحمل الدولة لهذا العبء، يعني استمرار هذا الوضع سوف يؤثر على قدرة الدولة على القيام بتغطية تكاليف التشغيل والصيانة. ودولة رئيس الوزراء شرح على يعني ضرب مثل في هذا الإطار بالخط الأول للمترو. الخط الأول للمترو التذكرة بتاعته ما كانتش بتغطي تكلفة التشغيل والصيانة، وترتب على استمرار هذا الوضع لفترة طويلة انه الدولة اضطرت في مرحلة ما لدفع 30 مليار جنيه لصيانة الخط الاول فقط. وبالتالي الخطة المستحدثة برفع ثمن التذكرة تدريجيا هتؤدي الى الحفاظ الدائم على المرفق وصيانته وضمان قطع الغيار. بالظبط يا فندم، ولكن سيتحمل الزيادة المواطن. ولكن الزيادة هي زيادة بسيطة، لكن أحب أن أقول للحضرتك برضو أنه على الرغم من وجود الزيادة في رفع أسعار التذاكر، لكن وزارة النقل أيضا بتوفر للمواطنين العديد من مزايا لشرائح معينة. صحيح بالضبط. يعني أفهم من الفلسفة العامة أو ما فهمته أنه رئيس الوزراء بيقول والله نحن سنحمل من يستطيع التحمل من وجهة نظره مقابل دعم من لا يستطيع التحمل. يعني في خلينا نقول ان هي الرؤيه بتعتمد على اكثر من جزء منها كما ذكرت حضرتك هو دعم الشرائح العليا، دعم لشرائح محدوده الدخل، ده صحيح. لكن جزء منها ايضا اخر ومهم بنأكد عليه ان الدوله ستظل تقدم الدعم، حتى لو هيتم خفضه تدريجيا لكن الدوله ستظل تقدم الدعم من ناحيه، وناحيه ثالثه، ودي مهمه برضو يا فندم استاذ خالد لازم ناكد عليها للمواطنين، انه حتى يعني فلسفه خفض الدعم لا تعني انه الدعم سينتهي، الدعم سيظل ولكن سيتم ترشيده وتوجيهه لمستحقيه. تمام. بمعنى انه الدعم سيظل ولكن بيتم ترشيده وتوجيهه لمستحقيه بوسائل اخرى. تمام. انا طبعا بأحيي الحكومه على فكره الرخصة الذهبية وعلى الإجراءات اللي بتحاول أنها تسهلها في فكرة الاستثمار وعلى فكرة الأطروحات، لأن أنا حاولت أستنتج من كلمة رئيس الوزراء اليوم إيه هي بقى خطتنا القادمة، اللي هو قال في انفراجة في 25، بس إيه هي خطتنا القادمة في موضوع سعر الصرف مثلا أو في موضوع الدعوة لاستثمارات جديدة. هو ذكر موضوع الأطروحات وأنا معرفش الملف ده إيه الجديد فيه أو إيه تاني مشاريع قابلة للطرح، مش قابلة للطرح يعني في طور الطرح والتنفيذ، وأيضا ما قالناش إيه خطة الدولة في موضوع الدولار. يعني هي طبعا دي كلها حزمة أو رؤية متكاملة من إجراءات عديدة. هو دولة رئيس الوزراء شرح إنه الدولة بتتحرك لتحسين مؤشراتها الأساسية الثلاثة، سواء في التضخم أو رفع معدل خفض التضخم، رفع معدل النمو أو زيادة معدل التشغيل، وخفض البطالة. محاور أو تحرك الدولة بيتم على ثلاث محاور، المحور الأول هو السياسة المالية، المحور الثاني هو السياسة النقدية، المحور الثالث هو الإصلاحات الهيكلية وحضرتك أشرت لبعضها زي برنامج الطروحات ودعم القطاع الخاص وحوافز الاستثمار وخلافه. فيما يتعلق بالسياسة النقدية، دولة رئيس الوزراء أشار إلى أنه السياسة النقدية الحكومة بتتعاون فيها مع البنك المركزي من أجل العمل على خفض سعر الفايدة وخفض التضخم ومعالجة الضغوط الحالية والتحديات الحالية وخفض التضخم إلى أقل من 10%. يعني دولة رئيس الوزراء قال إن احنا بنعمل مع البنك المركزي للوصول إلى خفض التضخم لأقل من 10% في عام 2025. وهو أشار ل 25 بالظبط كده. بس أفهم من كده أنه ما لقيتش رؤية لما وعد به رئيس مجلس الوزراء منذ شهر أو شهر ونص تقريبا، أنه أزمة الدولار عابرة وستنتهي في القريب العاجل جدا. ده تعبير ودي المفردات اللي سيادته استخدمها. يعني خليني حضرتك اشرح لحضرتك النقطه ديت. هي لما دوله رئيس الوزراء عندما اشار الى انه يعني ذكر انه ازمه الدولار عابره، يعني دوله رئيس الوزراء اشار كان يعني بكل وضوح ان تلك الازمه سوف تنتهي في مع انتهاء الاوضاع او الظروف الاقتصاديه والازمه الاقتصاديه العالميه التي ادت اليها، ولا يعني لم يكن المقصود انها ستنتهي مثلا خلال اسبوع او اسبوعين، ولكن لا انا على فكره بكرر على سيادتك اللي هو ذكره مش اللي انا بقوله. يعني انا بحاول اشرح لحضرتك المقصود يعني انه ازمه الدولار ستنتهي ان شاء الله، ستنتهي ومن خلال اجراءات عديده وعمليه اصلاح شامله في الاقتصاد. يعني حضرتك بنفسك اشرت على سبيل المثال لبرنامج الطروحات. برنامج الطروحات على سبيل المثال حقق حتى الآن 5.6 مليار دولار، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من سوف تسهم في رفع الضغوط على سعر الشارع المصري وزيادة الحصيلة الدولارية. الشارع المصري أحيانا اللغة الشديدة التعقيد اقتصاديا لا تصل إلى البيوت المصرية، اللي هي أبويا وأخويا يعني ناس بسيطة كده يعني، بس مواطنين مننا يعني لازم نحاول ننزل بمستوى الحوار عشان نوصل لهم. هو حتى لو باع 5 مليار ولا باع 10 مليار بيسمع إن عنده أقساط دين 24 مليار في 2024، فهو كان محتاج بس يعني رؤية شاملة كده، رايحين لحد فين؟ سعر الدولار الموازي اللي موجود في الشارع دلوقتي نروح فين بيه؟ اللي عايز يعمل مشروع على أي أساس يعمله؟ يقيس دراسة الجدوى بتاعته إزاي؟ دي الأسئلة اللي الناس بتسألها. يعني يا فندم هو يعني احنا طبعا مدركين حجم التحديات، الحكومة مدركة حجم التحديات بطبيعة الحال، لكن يعني الرقم اللي أنا ذكرته لحضرتك هو رقم وحيد. يعني هناك العديد من الأرقام الأخرى. على سبيل المثال يعني هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعني نجحت خلال ال6 أشهر الماضية فقط في جذب نحو الموافقة على استثمارات جديدة ومبدئية بقيمة 1.8 مليار دولار. يعني الرسالة يا فندم اللي احنا عايزين نقولها انه واللي حرص دولة رئيس الوزراء على انه يذكرها اليوم، انه بالرغم من وجود العديد من التحديات اللي هي في الاساس بخلاف التحديات الداخلية، هناك تحديات فرضت علينا من الازمات الدولية، الى انه رئيس الوزراء حرص على طمأنة المواطن انه التحديات الحالية ان شاء الله سيتم الخروج منها، وانه في رؤية وخطط متكاملة، لكن يمكن يكون في حاجة لمزيد من الصبر ومزيد من العمل لتجاوز تلك التحديات، لكن إن شاء الله سوف نتجاوزها. وإنه الرسالة الأساسية اللي بننقلها للمواطن هي إنه الدولة سوف تظل تدعم محدود الدخل، لن تتخلى عنهم، وإنه الدولة سوف تسعى بكل طاقتها لمواجهة التحديات والخروج منها. طيب، يعني البعض يتحدث كده، ويمكن اكيد حضراتكم بيجي لكم تقارير عن السوشيال ميديا، انه اختيار التوقيت في بدايه العام ما كانش موفق قوي في فكره رفع سعر الكهرباء ورفع سعر المترو مع تاكيد والانترنت المنزلي، مع تاكيدي او تاكيد حضرتك اللي ذكرته على انها زياده بسيطه، لكن البعض يرى انه ما كانش من الوجاهه قوي اختيار هذه التوقيتات. يا فندم، يعني احنا طبعا مدركين حجم الاعباء الموقعه على المواطنين، لكن في نفس الوقت حضرتك يعني يجب ان احنا نوضح للمواطن انه الزيادات اللي احنا البسيطه اللي بنتكلم عليها، اولا الزيادات دي تم تاجيلها على مدى اكثر من 3 مرات في السابق، تم يعني اقرار هو المواطن بيقول لحضرتك هي المفروض ما تحصلش، يعني التاجيل هو نوع من الاستثناء، لكن الاصل انه الاسعار تبقى في متناول ايده. وعشان كده انا يعني كل الارقام اللي انا شرحتها لحضرتك اللي على سبيل المثال، يعني برضو عشان نوضح الامور يا استاذ خالد، في رقم مهم لازم ندركه وشرحه اعلنه دوله رئيس الوزراء، انه اجمالي الدعم المقدم من الدوله في مختلف القطاعات ارتفع من خلال العامين من اقل من 100 مليار الى 342 مليار جنيه، فبالتالي يعني الدوله لم تتخلى عن المواطن، الدوله بتدعم المواطن، احنا بنتكلم على دعم 342 مليار جنيه، وبالتالي في مختلف القطاعات، يعني احنا بنتكلم على الخبز 91 مليار جنيه السنه دي، بنتكلم على البترول المواد البترولية 90 مليار جنيه، التموين 36 مليار جنيه دعم، يعني كل أوجه الدعم وصلت إلى 342 مليار جنيه، فلا يوجد تخلي عن المواطن. لا، محدش قال إن الدولة تخلت عن المواطن، هو المواطن فقط يريد أن يفهم، وأعتقد إن سيادتك تتفق معايا إنه من حقه إنه يفهم، وحضرتك بسعة صدرك وبإجابتك على هذه الأسئلة بنخلي المواطن نوعا ما يحاول يفهم، لكن أرجو ألا يغيب عن الحكومة إنه الحال صعب في الشارع. أنا دوري إن أنا أنقل وجيعة الناس في الشارع، الموضوع وارتفاع الأسعار أصبح يعني هي لغة البيوت المصرية كلها، كمان فكرة اهتزاز سعر الصرف وهذا الفارق الكبير بين السوق الرسمية والسوق الموازية مخلي الناس مش شايفة الرؤية اللي جاية إيه. ده بس اللي أردنا إن احنا ننقله لسيادتك يعني. لا وتمام، أنا أؤكد لحضرتك إنه على كل الرحب والسعة، يعني الحكومة تتلقى كافة الاستفسارات بكل رحب على صدر رحب، ويعني لا يوجد أي غضاضة في إثارة أي تساؤلات. نحن نحترم رأي الإعلام ورأي السادة المواطنين، ولكن نؤكد أيضا للجميع أن الدولة مدركة لحجم التحديات وحجم الضغوط، ولكن علينا جميعا أن يعني نتعاون جميعا من أجل مواجهة والعبور من التحديات الحالية. وكما أعلن دولة رئيس الوزراء إن شاء الله المؤشرات الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم يعني باعتباره أهم المؤشرات، إن شاء الله سوف يشهد تحسن مع عام 2025. تمام، أنا مرة تانية بوجه لك الشكر سيادة المستشار، وشكرا على سعة صدرك في الإجابة على كل الأسئلة. المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. أنا عايز أسمع الرئيس السيسي. بقالنا كتير قوي ما سمعناش الرئيس السيسي. أي جهة في الدولة عندها افتتاح مشروع هتدعو إليه الرئيس السيسي هنسمعه بيتكلم بطريقته المعتادة اللي هي بتاعتنا دي. الكلام ده بيريح الناس، بيفهمني. الكلام ده بيبقى مباشر قوي وجريء قوي وبيجيب لي الحقيقه قوي، وبس برتاح له. خلاص انا ال10 سنين سستمت نفسي ان اسمع منه كده. انا بقالي كتير ما سمعتش من الرئيس السيسي، ودلوقتي انا محتاج اسمع له فعلا. اتمنى انه يحصل اي مناسبه قريبه عشان اسمع اللغه اللي بفهمها، اسمع الطريقه اللي اتعودت عليها. بتكون احيانا قويه، بتكون احيانا كاشفه، بتكون احيانا واقعيه، بتكون احيانا فيها انفعال، بس بحسها حقيقيه وبفهم باسلوب اتعودت عليه. اتمنى ان ده يحصل قريب جدا. بعد الفاصل هشرح لحضراتكم ايه اللي بيحصل خارجيا بقى، يعني داخليا حاولنا نشوف النهارده كده اللي حصل في مجلس الوزراء، لكن خارجيا بقى في مواضيع تانية كتيره حصلت في هذا الاقليم الملتهب. هتشوف حضرتك ايه اللي حصل شمالا، شمال شرق، ثم هتشوف حضرتك ايه اللي حصل جنوب ناحيه البحر الاحمر، وتبدا يعني تفضل القوس مفتوح وتشوف المشاكل اللي بتواجهنا اقليميا شكلها عامل ازاي. نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل باقي اخبارنا، خليكم معانا. كنا زمان شوية كده قلنا لك افتح القوس بص على ليبيا حدودك الغربية، استنينا شوية كده وقلنا لك بص على البحر المتوسط وحدودك المائية، بعدها بشوية قلنا لك خلي بالك عشان في شوية مشاكل في غزة بدأت كده ما كانتش لسه اشتعلت، بعدين غزة كبر الموضوع، ليبيا كبر الموضوع، شرق المتوسط رايح جاي الدنيا ما هديتش آخر حاجة، بعدين ظهرت مشكلة السودان وبدأنا نقول ايه اللي بيحصل في السودان، ويا ترى انت حدودك الجنوبية أخبارها ايه؟ ودي بقى الدايرة اللي حواليك، ليبيا، المتوسط، السودان، قضية القضايا، فلسطين. اقلب الصفحة بقى، بس خلي بالك عليها، يعني اقلب الصفحة كده وخليك مركز في اللي أنا قلته لك. هوديك في حتة تانية خالص بقى دلوقتي. البحر الأحمر. البحر الأحمر ده آخره باب المندب. باب المندب ده مكان استراتيجي كبير جدا، لأن هو اللي تمشي منه تجارة العالم كله. في دولة اسمها اثيوبيا. اثيوبيا لا تطل على أي بحر. يعني هي محاطة بدول أخرى، ملاش أي منفذ على البحر. ركز معايا. الدولة القريبة لها والملاصقة لها اللي بتطل على البحر الأحمر هي الصومال. وافتح القوس تاني، الصومال الدولة العربية الشقيقة لديها مشكلة داخلية. إيه المشكلة الداخلية؟ إنه في جزء من الصومال، في مجموعة من الصوماليين خدوه، ويعني قالوا إن ده نسميه أرض الصومال، ويعني شبه عايزين يستقلوا بيه. المجتمع الدولي والجامعة العربية ومصر لم تعترف بهذا الأمر. خلاص كده؟ ده كان قائم، يعني مش مثلا مستدعى بسبب هذه الأيام، لا، الكلام ده من بدري إنه هذه القطعة من أرض الصومال عليها ناس مالهمش علاقة، أو يعني لا تربطهم وفاق كامل مع جمهورية الصومال، ولكن غير معترف بيهم دوليا. فين الموضوع بقى؟ راحت إثيوبيا عاملة اتفاق مش مع الحكومة الشرعية، مش مع الدولة الشرعية اللي هي الدولة التي تمثل الصومال، لكن مع أرض الصومال دي التي تسمى أرض الصومال. عملوا اتفاق بإيه بقى؟ إن هو يديله مينا على البحر الأحمر 50 سنة. يبقى اللي حضرتك شايفه ده إيه؟ ده رئيس وزراء الصومال مع ممثل أرض الصومال. طبعا إحنا كوسيلة إعلام ملتزمين بالدولة المصرية وموقفها، نحن لا نعترف إلا بدولة الصومال، وبيان الخارجية النهاردة كان واضح وهقوله لحضراتكم. فبالتالي إطلال أرض الصومال أو ما يسمى بأرض الصومال على البحر الأحمر وعلى خليج عدن بالتحديد ده ادى نوع من انواع التميز الجغرافي لهذه الارض. اثيوبيا استغلت هذا التميز الجغرافي وعقدت مشروع اتفاقيه لم تصبح نهائيه حتى الان، بتعطي الحق في ميناء لصالح اثيوبيا يطل على البحر الاحمر، وهذا الميناء يعني تقدر تقول كده عليه بدايه حدوته كبيره. بدايه حدوته كبيره. ولو تعمقت في الامر تشعر ان اثيوبيا دي ما بتشتغلش لوحدها. اكيد في حاجه. اكيد ما هياش دي الخطه النهائيه، يعني المحطه الاخيره، اكيد في محطات. ولذلك لم يكن غريبا ان يتلقى الرئيس السيسي مكالمه من الرئيس الصومالي: يا مصر صباح الخير، صباح النور، عندنا 1 2 3، افتح القوس وحل. ده قدر. افتح القوس وحل. فالخارجيه المصريه اصدرت بيان وقالت ضروره الاحترام الكامل لوحده وسياده جمهوريه الصومال الفيدراليه الشقيقه على كامل اراضيها، ومصر تعارض اي اجراءات من شانها الافتئات على السياده الصوماليه، مشدده على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده. واضحه وصريحه. واضحه وصريحه. بس ضيف على الأجندة الرئاسية، ضيف على أجندة المخابرات العامة، ضيف على أجندة المخابرات الحربية، حل يا مصر. حل يا مصر. ما فيهاش كلام. فهذا هو الموقف الذي بدأ لمشروع مشكلة الآن تدور على ساحل البحر الأحمر. خلونا ناخد تفاصيل أكتر معنا على الهاتف الكاتبة هند الضوي المتخصصة في الشأن الدولي. أستاذة هند، مساء الخير. مساء الخير دكتور خالد. كيف رأيت المشكلة التي وقعت بين حكومة الصومال وبين الحكومة الإثيوبية؟ طبعا هي إثيوبيا دولة مرقة وتتبع عدد من السياسات في منطقة القرن الأفريقي من شأنه إشعال الصراع في هذه المنطقة، لأنها تخدم يعني ببساطة على مصالح دول استعمارية. يعني إثيوبيا بتقوم بدور وظيفي في هذه المرحلة. تعلم حضرتك إن احنا حاليا في مرحلة صراع أقطاب ما بين محورين: المحور الغربي التقليدي الامريكي والاوروبي اللي هم كان اغلبهم دول استعماريه تستعمل افريقيا وبعض دول الشرق الاوسط، وما بين قطب اخر صاعد اللي هو روسيا والصين. المنطقه الاهم في مرحله الصراع كانت افريقيا، لان هي شهدت يعني انكماش للنفوذ الغربي وتحديدا الفرنسي لحساب صعود للنجم الروسي والصيني. ده أزعج عدد من الدول الأوروبية تحديدا بريطانيا وأمريكا، وبالتالي أصبح هناك محاولة لإعادة هيكلة شكل إفريقيا مرة أخرى. ما نتج عنه طبعا كان في محاولات انقلاب كثيرة جدا، أكثر من 7 أو 6 محاولات انقلاب في أفريقيا حصلت خلال عام. إثيوبيا باختصار ماذا تريد؟ تريد إثيوبيا السيطرة على كل المجال الحاوي المحيط بها، من يعني سواء عبر الوصول للبحر الأحمر. طبعا هي دولة حبيسة منذ انفصال إريتريا عنها. في حربها على إقليم التجراي اتهددت حركة تجارتها الداخلية، لأن هي بتعتمد في الاستيراد والتصدير على موانئ دول أخرى زي حتى الصومال، زي إريتريا، زي جيبوتي وهكذا. فكانت أعلن أبي أحمد من حوالي 2 أو 3 إن هو هيصل للبحر الأحمر حتى لو بالقوة العسكرية. هنا اللي أنا عايز أقف عنده، معلش هاتوا لنا الخريطة تانية يا جماعة. حتى لو بالقوة العسكرية، هو ده التصريح اللي أنا متوقف عنده. إذن نحن أمام مشروع اتفاقية إن وجدت معارضة من المجتمع الدولي، هل تشرع إثيوبيا في أي عمل عسكري تجاه الأراضي العربية الصومالية؟ أي مجتمع دولي تتحدث عنه. هناك دول صانعة قرار في المجتمع الدولي هي من تدعم إثيوبيا، هي من دعمت إثيوبيا في حربها على التجراي. بعيدا عن التصريحات السياسية، ما فيش حد بيطلع يعلن أنه بيؤيد الإبادة الجماعية، ولكن السياسات على الأرض تؤكد أن أبي أحمد حينما شن حرب على التجراي كان مدعوم من دول كبرى. ولماذا لم يتحول للجنائية الدولية؟ من الذي عرقل تحول أبي أحمد للجنائية الدولية؟ من الذي أعطى أبي أحمد جائزة نوبل للسلام وهو لم يصنع سلام؟ وكل تصرفاته في هذه المنطقة تؤدي إلى نشوب حرب، سواء حرب إقليمية مع دول لها نفوذ في هذه المنطقة أو دول أو صراع بين الدول الكبرى المحور الغربي والشرقي. لا يعني أبي أحمد ما طيب. هل من هم على أرض الصومال، القطعة التي استقطعت وانفصلت عن الصومال في عام 91، هل لديهم دعم من قوات أو دول في الإقليم؟ بعض الدول بدون ذكر أسماء، وطريقة انفصالهم وحتى طريقة التعامل مع مواردهم واستغلالها، لا في دول ما بتتعاملش بشكل رسمي طبعا، ولا يوجد اعتراف بصومالي لاند اللي هي أرض الصومال المنفصلة. الأمر يشبه مثلا قبرص التركية، ولكن ده الموقف الرسمي، لكن احنا بنتكلم عن المواقف الغير رسمية. ما هي مثلا أمريكا بتعترف بحق الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن على الأرض هي تدعم إسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني. هذا هو الحال بالنسبة لصومالي لاند. الخطر الحقيقي هي فكرة أن أبي أحمد لم يعني يسعى للوصول للبحر الأحمر من أجل حركة التجارة، بل من أجل التمركز العسكري وأن يكون جزء من معادلة منتدى البحر الأحمر، أو يعني الكيان اللي تم تشكيله ما بين الدول المطلة على البحر الأحمر. وده طبعا بيتزامن مع أزمة اوريدي في باب المندب وفي البحر الأحمر بسبب الصراع حاليا ما بين الحوثيين وما بين الإسرائيليين أو الحوثيين والأمريكان. هل نحن بصدد أزمة بدأت وستتطور، ولا يعني ستستطيع حكومة الصومال التغلب على هذه الأزمة؟ أنا لا أعتقد للأسف أنها ستستطيع، خاصة أن هي لديها مشاكل أخرى تتعلق بحركة الشباب أو الصومالي اللي هي الحركات المتطرفة، وفي برضو دعم كبير لهذه الحركات من بعض الدول، وبالتالي أعتقد أن الأمر يصعب حاليا احتوائه. والأهم من ده يا أستاذ خالد لو سمحت لي، فكرة أن اللي بيحصل في البحر الأحمر ده أكيد مش تصرفات فردية. لو حطيت المعادلة يعني قدامك وشفت التحركات بالتوازي، لا اكيد مش طبيعي. ولما تعرف ان الهدف الاساسي لبعض الدول الكبرى وتحديدا في المعسكر الغربي هو السيطره على المنافذ البحريه لوقف حركه التجاره عن المنافسين الجدد كالصين وروسيا، تتاكد ان اللي بيحصل ده مش بشكل فردي. انا اتفق معك تماما، وسنتابع معك هذه القضيه استاذه هند الضوي، بشكرك شكرا جدا. معلش هاتوا لنا الخريطه تاني، عايزين بس نشرح للناس حاجه عشان يبقوا شايفينها. طيب اثيوبيا المنطقة اللي انتوا شايفينها دي هي واحدة من اهم المناطق دي، ده كده احنا رايحين على باب المندب، دي يعني مفتاح سر التجارة العالمية في المنطقة دي. في الحالة دي اثيوبيا هتبقى قريبة جدا من هذه المنطقة. طبعا المنطقة دي بتواجه جيبوتي، وهنا في قواعد امريكية، و الصومال فيها برضو قواعد، والناحية التانية بقى في الحوثيين في اليمن، ويبقى مفصل التجارة العالمي كله في هذه المنطقة. لمن تعمل إثيوبيا ده اللي هيبان في الأيام القادمة. لو تم الاتفاق هتبقى دي نهاية حدود إثيوبيا هي. لو تم هذا الاتفاق هتستطيع إثيوبيا أنها يبقى لها مش ميناء بحري فقط، ولكن أعتقد ميناء بحري وقاعدة بحرية في هذه المنطقة. ويقال أيضا أن إثيوبيا شرعت في أن يكون لديها قوات بحرية ونجحت في هذا الأمر. فين حط القوات البحرية معرفش، لأن ما عندهاش أي حدود بحرية، لكن الاتصال سيكون سهلا من أقرب نقطة جغرافية تربط إثيوبيا بأرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال، وبين البحر الأحمر وبين خليج عدن. منطقة استراتيجية خطيرة جدا، منطقة استراتيجية تستطيع أن تهدد سلامة الملاحة في البحر الأحمر كله. تاني، الموضوع ده يهم حضراتكم في إيه؟ ده يهم العالم كله. المشكلة دي بعيدة عننا خالص، دي عندنا جوه. فالسادة أولياء الأمور في مصر، معلش إحنا آسفين والله، يعني مش عارفين نقول لكم إيه. بادئين معاكم السنة بصفحة جديدة، بملف جديد، فهو ده القدر وهي دي الحياة اللي احنا عايشينها. خليكوا زي ما انتوا عشان احنا رايحين في حتة تانية بقى. يعني احنا زي ما احنا كده اهو، دي اللقطة الجديدة بتاع 2024. روح بقى كده شوية لحد إيران، روح لحد إيران. إيران عندها تكتل في هذه المنطقة. إيران تدعم حماس، تدعم الحوثيين، وتدعم حزب الله في لبنان. إسرائيل مش قادرة على المقاومة الفلسطينية داخل غزة، لا قبضت على قيادي ولا قتلت قيادي ولا عارفة تني على حماس، وحماس عمالة تديها على قفاها كل يوم، وحماس تضرب المدرعات الإسرائيلية وتذيع الفيديو، يعني تضرب المدرعة وتقوم زي على الفيديو. وإسرائيل معاها أمريكا وإنجلترا والدول الأوروبية وأقمار صناعية وطيارات مسيرة والدنيا وكل حاجة، وقتلت فوق 20,000 فلسطيني، وجيش الدفاع رايح وجيش الدفاع جاي، ولا الهوا ولا قدرت تعمل لحماس حاجة. تمام؟ تعمل ايه إسرائيل عشان قلة حيلة بقى؟ راحت تقتل قيادي من قيادات حماس عايش في لبنان. يبقى الرسالة هنا فين؟ أولا اختراق السيادة اللبنانية، 2 عملية اغتيال موجهة، 3 رسالة لإيران نفسها. يبقى الحرب خدت منعطف جديد، انت بتضرب في أرض حزب الله، أرض يسيطر عليها حزب الله في لبنان، بتضرب قيادي يتبع حماس، بتضرب إيران نفسها، بتتعمد هذا الاغتيال. ما انتش عارف وانت بتضرب كم مدني هيصاب، كم مدني هيقتل داخل أراضي عربية اسمها لبنان. والضرب بقى بتكتيك جديد، خلي بالك، يعني الطيارة المسيرة تطلع من مكان ما انت مش عارفه لحد ما تيجي عند دور في عمارة تقوم ضربها بصاروخ. دور في عمارة، الدور المعين في العمارة المعينة في دولة تانية، وتقوم ضربها بصاروخ تجيب الناس اللي فيه كلها أرض. ده اللي بيحصل من إسرائيل، أنا بسميه قلة حيلة. خلاص مش عارفة تعمل حاجة في غزة، الحمساويين بيطلعوا لهم الأسرة في نص غزة وبعدين يرجعوا تاني، محدش عارف يطولهم، ويضربوا الإسرائيليين ويضربوا المدرعات الإسرائيلية ويسجلوه فيديو ويذاعوه للعالم. طب نعمل ايه عشان ننتقم من حماس اللي مش عارفين نطولها؟ بعد ما قتلنا 20,000 فلسطيني واكتر، نروح نقتل قيادات حماس اللي موجودة في دول أخرى. هذه العملية لازم يتحقق فيها جيدا، لأنه واضح بالتكتيك ده إنها مش إسرائيلية خالصة. هذه العملية من وجهة نظري ليست إسرائيلية خالصة، دي معمولة بدقة شديدة جدا. على الجانب الآخر حصل في إيران حاجة غريبة. إيران عندها زعيم، هذا الزعيم عندما قتل يعني كان بالنسبة لإيران حاجة كبيرة جدا، وهو قائد عسكري أيضا، قاسم سليمان، واعتبروا أن مقتله أمر يعني لابد من الثأر ولا بد هنعمل ولا ماشي. النهاردة ذكرى مقتله، الذكرى الرابعة، وبالقرب من قبره، هم ما قالوش عند قبره بالظبط، قالوا بالقرب من قبره. الأول الأنباء جت عن انفجار بعض عبوات غاز أو أسطوانات غاز، وفجأة الأرقام، عدد الضحايا بيزيد عن 100، عدد الضحايا بيزيد عن 100، والأرقام متضاربة بقى، شوية يقولوا 105، شوية يقولوا 160، يعني بس يعني الأرقام كلها والمشاهد اللي بتنقل بتقول إنها عملية مدروسة. ويخرج أمين حزب الله حسن نصر الله ويقول نفس اللغة في نفس التوقيت برضو النهاردة، إحنا مش هنسكت وإحنا هنعمل وإحنا هنسوي وإلى آخره. هنا بقى أنا عايزك تهدى كده وتشوف التداعيات هتوصلنا لفين. يبقى في إيران المشتعلة، في حسن نصر الله وحزب الله، في حماس اللي القيادي بتاعها اتقتل، في اسرائيل، وادي المنطقه اللي حوالينا. واتس نيكست؟ ايه اللي هيحصل بعد كده بقى؟ ده اللي احنا منتظرينه. الفرقعه جايه فين؟ مصر قالت ان هذا الكلام تصعيد هيخرجنا عن اطار الحرب اللي بنحاول نوقفها. احنا بنحاول نوقف الاعتداء الاسرائيلي في غزه، كده العمليه وسعت، كده الدنيا زادت. يبقى حضرتك تسأل الأسئلة الطبيعية جدا. أنا لسه ما قلتلكش بقى تاني، لو نزلت تاني جنوبا في البحر الأحمر في الحوثيين والأمريكان، في لسه معركة كده على جنب تاني. أمريكا عاملة قوة تحالف دولي عشان تحمي المصالح اللي بتمشي في البحر الأحمر، لأن الحوثيين بياخدوا بعض السفن ويخطفوها، اعتقادا منهم ان ده بيخدم القضيه الفلسطينيه. وفي ناس في الشارع العربي والمصري مؤيدين لهذه الفكره. وامريكا وبريطانيا والدول الاوروبيه بيقول لك دي التجاره الدوليه لازم نحافظ عليها، مش ذنب شركه من الشركات ان السفينه بتاعتها تتخطف لانها استؤجرت لنقل بضاعه. فبنفكر نضرب الحوثيين ونعيش بقى في المنطقه دي مع بعض. ادي واحد. وبنطلع تاني بقى فوق، ايران بقى بتفكر ترد على اللي حصل عندها في 100 وشوية، وأعلنوا الحداد وقصة. وحزب الله بيفكر هو كمان الضرب اللي حصل في لبنان. وإسرائيل قللت الحيلة في غزة ومش عارفة تقضي على غزة ولا على الحمساويين اللي في غزة، فعايزة بقى تطلع تقتل يمين وشمال في قيادات حماس. يا صباح الفل، هابي نيو يير بجد، هابي نيو يير. حط عليهم بقى زياده الكهرباء تبقى العمليه ماشيه معاك كده ايه فله. كنت اتمنى اقول لكم اخبار جديده. ده انا عندي خبر، يعني كنت اتمنى اقول لكم اخبار جديده، كنت اتمنى اقول لكم حاجه حلوه، بس هذه هي الصوره. وبرضه هقول لحضراتكم اللي قلته في اول الحلقه، محدش هيحل لك مشاكلك، محدش هيجي يقول لك خد، انت اللي هتفكر وانت اللي هتتصدى لمشاكلك وانت اللي هتحلها. دي بقى حاجه اسمها الامن القومي المصري. في هذه الحاله المذيع يقف ورا الدوله بلا كلام. تاني، انتقد الحكومه، تمام، انتقد السياسات، تمام، اقول السياسه دي مش عجباني، تمام، اقول رايي، رئيس الدوله مش عاجبني في كذا، تمام، رئيس الحكومه مش عاجبني في كذا، تمام، حقي. فيما يتعلق بقضايا الامن الوطني، الامن القومي المصري، قضي الامر، انا اقف خلف مؤسسات الدوله قولا واحدا. ده امن قومي. في عدادات بقى ما يشوفهاش المواطن غير المتخصص، ما يشوفهاش المواطن العادي، لكن مهمه صعبه جدا. ليه صعبة جدا؟ هي الموضوع حزب بسيط. أنا عندي رئاسة الجمهورية، وعندي الأمن القومي المصري والمخابرات العامة، وعندي المخابرات الحربية، الأجهزة بتاعت مصر اللي هي بتعكف على دراسة حالنا. بروح أقول له معلش يا فندم والنبي، أنت اليوم عندك 24 ساعة، 6 ساعات منهم غزة، والنبي يا فندم معلش أنا آسف 4 كمان ليبيا، والنبي يا فندم حقك عليا معلش، وخش بقى على البحر المتوسط شويه، وفي بقى صفحتين جداد اتفتحوا في 24. يبقى حضرتك ما تروحش بقى ال 24 ساعه، خليك قاعد بقى في الجهاز، خليك قاعد في الحته اللي انت بتشتغل فيها دي. فكروا بقى هتحلوا لنا الدنيا دي ازاي. ده اللي بيحصل، ده الواقع فعلا. تيجي تكلمهم في ملفات ثانيه، ده احنا في اجتماع غزه بقى لنا 7 ساعات. طب احنا في اجتماع المصالحه بقى لنا 8 ساعات. ده الواقع، ده مصر، دي اجهزتنا، دول ولادك اللي حضرتك حاططهم عشان يحلوا المشاكل الاقليميه اللي حوالينا. وما كانتش مصر تحل، ما حدش تاني بيحل. تاني، ما حدش تاني بيحل. الواقع اثبت كده. هل ستطل علينا 2024 بمزيد من المشاكل الاقليميه؟ ايوه، المعطيات بتقول كده. هل الجبهة الداخلية المصرية مع كل حاجة تقف وراء الدولة المصرية وقيادتها في هذا الأمر المتعلق بمشاكلنا الخارجية؟ نعم نعم نعم، قولا واحدا، فاش كلام. الاختبار جه في غزة، الاختبار جه في ليبيا، الاختبار جه في أماكن كتيرة جدا. الشعب المصري واقف تمام ورا القيادة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي، وده ما يمنعش إنك تنتقد حاجة مش عاجباك جوه. محدش يفهمك الوطنية غلط، محدش يقول لك أصل أنت تاخدها باكج كاملة كده، لا، مش حاجة اسمها كده. فننتظر لنرى ماذا سيحدث في الإقليم ونشوف الدنيا هتمشي إزاي. كل الأحداث اللي أنت بتشوفها دي بقى وأنت قاعد قدام التلفزيون، إزاي تهدي أعصابك؟ إزاي تبقى ريلاكس، بتحاول يعني تدقق في شغلك، بتحاول تفصل ما بين الشأن العام والشأن الخاص، بتحاول تنشط نفسيتك، بتحاول تقبل على العام الجديد بإشراقة، بتحاول تفصل بين شغلك والهموم اللي فيه وبين انك تقعد مع اولادك تضحك معاهم، او انك تدعو اسرتك على الغداء، او انت داخل البيت ما تبقاش مكشر. في بقى علماء متخصصين في هذا الامر، نظرا للاحداث الجاريه ونظرا لما تطل علينا 2024 بيه، قلنا ان احنا نحصل حضراتكم في البدايه كده، وهنستضيف مجموعه من المتخصصين، اساتذه دكاتره كبار، عشان نشوف المزاج العام للمصريين. المزاج العام للمصريين، ازاي نروق المزاج؟ يعني ازاي اذا كان في حروب هتستمر الحروب، ازمات اقتصاديه هتستمر الازمات الاقتصاديه، الحاجه الوحيده اللي بتجري العمر. هل ننهي العمر محروقين في اللي احنا فيه ده؟ سكر بقى ودهون ثلاثيه والحاجات اللي عند كل المصريين دي، ولا نفهم نفصل؟ ده اللي هعرفه من ضيوفي بعد الفاصل، اللي يعني بيسعدني يكون معانا نخبه من الاساتذه المتخصصين، استاذ الدكتور محمد المهدي استاذ علم النفس، الاستاذه الدكتوره عزة فتحي استاذه مناهج علم الاجتماع، الاستاذ الدكتور جمال فرويز استاذ علم النفس. مزاج المصريين في ضوء الاحداث الداخليه والخارجيه بعد الفاصل. بنعود لحضراتكم مرة أخرى. المزاج العام للمصريين في بداية عام جديد، العلماء والدكاترة والمتخصصين إزاي يساعدونا في فكرة راحة المزاج العام، إزاي نقدر نفصل، إزاي نقدر نحاول نفكر في أمورنا بشكل أكثر هدوءا، لا سيما وإنه الأحداث الجارية لن تتغير، فأكيد في طريقة، أكيد في علم. لذلك قررنا النهارده نستضيف مجموعة من العلماء اللي يقدروا يساعدونا بفكرهم عشان نهدي أنفسنا، نخلي التفكير في نوع من أنواع الهدوء والسلام النفسي. برحب بضيوفي الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ علم النفس، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ الطب النفسي، أهلا وسهلا. الأستاذة الدكتورة عزة فتحي أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ الدكتور جمال فرويز أستاذ علم النفس، أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا على فكرة طب نفسي إحنا الاثنين. طيب تمام. طب نفسي. طب النفسي. يبقى دكتور محمد، معرفش الموضوع اللي أنا اخترته النهاردة ده مهم ولا لأ، بس أنا لاحظت إنه حتى السنين بتتكرر والأحداث بتتكرر، والأحداث الساخنة داخليا وخارجيا لا تنتهي، والعمر هو اللي بيتقدم. إزاي نعمل روشتة بسيطة وسهلة يقدر المواطن مهما اختلف ثقافته إنه يفصل ما بين الهموم الشديدة دي كلها وبين مزاجه النفسي؟ نعمل إيه؟ هو في نوعين من الفصل، في الفصل بالإنكار والتفادي، إنه أنا هبطل أتابع الأخبار واليوتيوب، وبطل أتابع أخبار غزة وأخبار السودان وأخبار ليبيا والأخبار العراق والأخبار اللي كلها بتوحي بأنه حوالينا حلقة من النار مشتعلة في كذا بلد حوالينا، وده بيعمل حالة من القلق الحقيقي، يعني أنه هل ممكن تمتد هذه النيران، أو بالتأكيد بتأثر علينا، فأنت حاسس أنك أنت محاط بحلقة من الاضطرابات، فدي بتقلق. كمان الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية بتقلق ناس كتير، وعندهم خوف يا ترى بكرة الأسعار هتبقى إيه، والأسبوع الجاي هتبقى إيه، والحاجات دي كلها. ف وغير كده بقى الهموم الشخصيه بتاعت الناس. ففي زي ما بقول لحضرتك كده الراحه او الهدوء السلبي، انه انا هعمل انه اني مش شايف، هاجنور بقى الحاجات دي كلها، مش هفكر فيها، والتفادي مش هفكر فيها، واحط راسي في الرمل وارتاح وانام. في حل تاني ناس بيعملوه، ان هو يلجأ للتقوقع على نفسه، يعمل حل فردي. انا ماليش دعوه باللي بيحصل، لا في البلد ولا بره البلد، انا هظبط اموري وحياتي ودخلي وولادي واحفادي، وماليش دعوه بقى تروح تيجي، ماليش دعوه. ده حل اناني جدا وحل فردي وتقوقعي. وفي ناس على فكره دخلوا في السكه دي كتير، قال لك انا ما عادش ليا دعوه بالشأن العام خالص، انا ليا دعوه ببيتي واولادي، وبيشتغل بقى بشكل انتهازي اناني منعزل تماما. الحل بقى الثالث او الاتجاه الثالث، اللي هو انك تبقى في هدوء ايجابي. هدوء ايجابي بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت حاسس وشايف وعارف وبتتابع وكل حاجه، بس بتشارك. ولقوا حاجه مهمه جدا، انه لما بيكون في اي ازمه او اي كارثه، الناس اللي بيشاركوا في الحل والخروج من الازمه وبيعملوا فعل ايجابي اقل تعرضا للاضطرابات النفسيه وكرب ما بعد الصدمه وكرب الحد للصدمه والاكتئاب والقلق اللي بيحصل من الصدمه، اقل تعرضا. اللي بيعملوا حاجه، اشارك يعني ايه؟ اشارك يعني ايه؟ في كل حاجه هتلاقي ان فيه مساحه لحركه كل انسان. يعني كل شخص له مساحه، في واحد مساحته هتبقى قد كده، واحد مساحته هتبقى قد كده، واحد مساحته هتبقى قد كده، فكل واحد بيشارك في المساحه المتاحه والمجال المتاح ليه، لكن لا يكون سلبيا. لا يكون سلبيا. لو انت قعدت تتفرج رايه في وسائل التواصل الاجتماعي، يتناقش مع الناس في الحاجات، لكن ما تاثرش عليه، يتطوع، متفاعل ايجابي، يتفاعل بشكل ايجابي. ده هيبقى مدرك وشايف، لكنه مشاركته بتحسسه ان هو فاعل. لانه في بعض الناس برضو دلوقتي واخدين موقف اللي هو ايه، كانه راكب في طياره، وانه هو مش مسؤول عن حاجه، هو منتظر ان قائد الطياره هيوديه الوجهه اللي هو محتاج يروحها، وان هو رابط الحزام وقاعد ومستني بقى المضيفه تيجي تحط له الاكل وتشيل الاكل، وكل طول الوقت منتظر الطيار هيوديه ويوصل امتى. فده نوع من السلبيه برضو. في ناس في المجتمع المصري عايشه بيه، منتظره في معجزه هتيجي من شخص ما او من مؤسسه ما او من جهه ما. فبرضو هذا الموقف السلبي المنتظر الاعتمادي ده برضو بيبقى معرض لمشاكل نفسيه كتير. دكتوره عزه، برضو هاخد من كلام دكتور محمد. طيب انا عندي مشاكلي الخاصه، وفي ناس كتيره فعلا مستنيه انه اكيد هيحصل حاجه، غير معطيات الواقع، غير ان افكر في حل مشاكلي، هتيجي حاجه الهيه كده هتحل لي مشاكلي. الناس دي نقول لها ايه؟ بص حضرتك، طول ما انا انسان عايش في الدنيا ببقى عارف ان في كرب وفي حزن وفي فرح، وفي مشكلات وفي حلول للمشكلات، مفيش مشكله مالهاش حل. لو انا عندي مشكله خاصه، انا بحاول افكر فيها مره واثنين وثلاثه، بستشير من هو اهل ثقه، سواء رجل دين، سواء اخصائي نفسي، طبيب نفسي، في مستشار دلوقتي للاسره او طب اسره، يعني في بدائل كتير جدا. انا بلجأ، يعني بروح بقى لرجل الكنيسه، يعني كل واحد حسب دينه، بقرا فيها، ببحث عنها. دي المشكلات الشخصيه بتاعتي، بدور على بدائل، بحسن من مهاراتي. انا عندي مهارات ايه عشان ازود دخلي، انا عايز ايه عشان اترقى في شغلي. يعني في بدائل وحلول للمشكلات. طيب لو مشكله عامه مش في ايدي، انا زي ما الدكتور محمد قال، انا لازم اكون انسان فاعل. يعني انا مثلا عندي مشكله غزه، لو انا نزلت وتبرعت، لو ببطانيه، لو باي، عارف، 100 جنيه، 50 جنيه، انا بحس ساعتها ان انا شاركت، وان انا ممكن احل ازمه انسان، وان ربنا هيفرجها عليا زي ما اتفرجت على الانسان. ساعتها لما بكون انا انسان فاعل ومشارك، انا ساعتها هنا بحس مفهوم ذاتي جوايا بيعلى، وصورتي قدام نفسي بتبقى سليمه وكويسه. وانا بكلم ولادي باسلوب ايجابي، ان الحروب موجوده طول الوقت، وان كل حرب احنا مش هنحارب على طول. طب انا ازاي اجيب نفسيه اني عندي مشاكل في الشغل كتيره، وشايف الاوضاع شكلها عامل ازاي، وعندي ازمه اقتصاديه على مستوى الاسره وعلى مستوى الدوله وعلى مستوى الاقليم، ازاي افصل ما بين ده وبين المزاج العام داخل الاسره؟ المزاج العام داخل الاسره طول ما انت بتديني افكار سلبيه انت كولي امر او الام او الاب، الولاد هيتشربوا منك الافكار دي، الافكار دي معديه، فانت لازم يبقى عندك يعني اتجاه ايجابي، مش طول الوقت الاسعار غاليه، مش عارفين نعيش، في حرب حوالينا، ربنا يستر ما نحاربش، طول الوقت كده. اولا انت بتخلي الولاد ممكن تجي لهم هلاوس، ممكن يناموا يحلموا باحلام مزعجه. يعني انا عندي حد قال لي كده، قلت له لا يعني حاول تقرا قران قبل ما تنام، بطل تقول لاولادك الكلام ده، بطل على طول تديهم على طول احساس سلبي بان الحياه ضلمه، الحياه مش للدرجات دي ضلمه، يعني حتى لو السلعه غاليه او الكلام ده، يعني انا ممكن استغنى عن بعض السلع يعني واعمل في بديل، ممكن افكر ان انا ازود دخلي، يعني ممكن واكلم ولادي كلام ايجابي، مش طول الوقت انا عماله اديهم جرعه زايده في ان الحياه ضلمه، الحياه مش ضلمه، مش للدرجات دي، في بدائل وفي حاجات كتير حلوه في الدنيا، يعني اعيش الحياه. ممكن فسحه بسيطه جدا ترفه عني، سفريه بسيطه يعني اروح لغايه مثلا سي العين السخنه، ابص على البحر، افطر، اجيب اكلي معايا وارجع، دي هتجدد. يعني اكتر الاطباء النفسيين يقولوا اكتر مني الكلام ده، لكن هو حضرتك علم النفس الايجابي علمنا ان احنا نكون ايجابيين وما نركزش على البني ادم، لكن نركز على السلوك، يعني يقول لو كان ده اتعمل بطريقه افضل كان يبقى احسن. طيب يعني مثلا ازازه الزيت غاليه، فانا ممكن اجيب زيت درجه اقل شويه، اجيب على قدي، يعني التفكير العملي الواقعي في حل المشكله الواقعي. وبعدين كل ازمه اكيد في اخر النفق في نور، يعني احنا مش هنفضل كده. عدى علينا كتير قوي سنين عجاف، عدى علينا حروب، عدى علينا ناس كانت احنا امتى كنا بناكل مستورد وبنشرب مستورد؟ مش طول عمرنا في الستينات والسبعينات ما عندناش؟ لما حصل الانفتاح حصلت الحاجات المستورده فابتدينا نعرفها، وابتديت حاجات غاليه، كان اللي بيجي من السعوديه يقول لك معايا بطانيه ومعايا مروحه، حضرتك فاكر الايام دي طبعا. انما دلوقتي الناس كلها تقول لك انا عايز اشتري مش عارفه منين، وعايز اعمل ايه، وعايز سقف الطموح عالي قوي 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 قوي، وبقى عالي على الاباء، والولاد بيضغطوا على الاباء. صحيح. فاحنا عايزين برضو نعلم ولادنا ان وقت الازمه احنا نتراجع شويه. يعني ايه نتراجع؟ يعني نخفف مطالبنا شويه. دلوقتي بقى الاب والام، انا دايما بقول كده في كل احاديثي، مجرد حصاله ATM، لا اقعد اتكلم مع اولادك، فضفض، اتكلم معاهم، اسالهم عن مشاكلهم، عشان لا حد يدمن ولا حد يروح للتطرف. طب دكتور جمال، دكتور عزة بتتكلم عن كيف يتعامل رب الاسره اللي هو شايل الهموم دي كلها مع الاسره على اساس ان هو يديهم طاقه ايجابيه. مين بقى يديله الطاقه الايجابيه؟ يعني هو ازاي يعالج نفسه من ان هو يفصل ما بين الامرين؟ بص يا فندم، طبعا كلام الاستاذ دكتور محمد بن مهدي والاستاذ الدكتور عزة كلام رائع، بس هي القصه الشخصيه. احنا كلنا بنتكلم كلام عام، ولكن لما نيجي نفتت كل شخصيه ردود الافعال اللي قالها الدكتور محمد بيه، كل نمط شخصيه هيختلف رد الفعل من شخصيه لاخرى. يعني الشخصيه الاخيره، الشخصيه الوسواسيه او النمطيه او العصبيه التقليديه دي هتعيش في كرب وشايله الهم، مهما انت حتى لو الاقتصاد اتحسن مليون مره هو دايما شايل الهم ومتوقع الأسوأ مهما كانت الامور حسنه. في شخصيات ناضجه، يعني دايما في عندنا في راجل اسمه راوتر قال لك الناس نوعين، في اكسترنال لوكس وانترنال لوكس. الانترنال لوكس ده هو شايف ان هو عمل كل حاجه وانا مش هقدر اعمل حاجه تاني، وانا عملت افضل ما عندي، بس انا بحاول اصلح ايه الخطا اللي عندي. زي ما الدكتور عزة قالت لك، طب ما انا ابدا صح، ادور ازود شغل، ادور ان انا اجيب بديل ارخص. شخصيه ناضجه، الشخصيه الانترنال لوكس ده الشخص الناضج في وسطينا، بيحاول يدور ازاي يحسن من دخله، ازاي يحسن من ظروفه، وباقل الامكانيات احسن الظروف المحيطه. ان انا اقعد اسمع اللي بيحصل في غزه، ماشي، اسمع، اقدر اشارك بصوره ايجابيه بالفعل او بالقول، ماشي، اطلع الطاقه السلبيه اللي جوايا على السوشيال ميديا او في الكلام مع الاخرين بصوره ان انا ابني مش ان انا هد. ودي النقطه المهمه، الوعي. احنا في نقطة بننساها دايما، وعي الناس لما بتفهم بتاعي. لما الدكتور عزة، هاخد من كلام الدكتور عزة، الستينات والسبعينات اللي هو جيلنا احنا، كان حرب استنزاف والنكسة و73 كانت الظروف الاقتصادية أسوأ من حاليا عشرات المرات. حقيقي. ولم يكن هناك شكوى. ليه؟ كان في وعي، لأن في هدف أسمى، احنا في حرب وكلنا في الحرب دي، فكلنا فاهمين اللي بيحصل. لكن أحيانا أنت مش فاهم المشكلة ليه، قد تكون المشكله في بعض، انت راجل اعلام ممكن تكون عارفها، لكن في بعض الراجل اللي في الشارع مش عارف ليه، عايزين حد يوضح لنا هو احنا ليه بنحصل ده معانا كده، ده بيريحنا. الناس اللي كسرنا لوكاس بقى، الناس الغير ناضجه هتقعد ترمي العيوب، الدوله بترفع الاسعار، الغلا، الدولار، هنقعد نشتكي نشتكي ومش هنصلح مهما كان ظروف، لان هو شايف نفسه عامل اللي عليه. يقول لك ما انا عملت عليا، ما نزلتش الشغل ورجعت الساعه 2 وعملت وركبت مواصلات وزحمه طب لكن ما حلتش، انت رميت كل حاجه ان الظروف الخارجيه هي السبب وانت عملت اللي عليك. لا، انت ما عملتش اللي عليك. اعمل اللي عليك بالعمل، اعمل اللي عليك بتغيير نمطيه الحياه، الصوره بتاعت انا عارف ان الشخصيات مش بتتغير، ولكن انا لما القى نفسي في ضغوط حياتيه لازم هنا اطلع اللانمطيه في العمل. لو انا قعدت ادور على حلول نمطيه للاصلاح مش هلقى الحلول، لان الحلول النمطيه 1+1=2. أنا عايز 1+1=4 أو 5، يبقى ده أطلع بحل غير نمطي غير تقليدي هيوصلني للي أنا عايزه، ما اعتمدش على المصادر الرئيسية بتاعت الدخل بتاعتي كأسرة، أدور على مصادر أخرى قد تكون واضحة للبعض غيري، ولكن مجرد ما أشوفها مجرد ما أشوفها واستشعرها دي ممكن تفتح عليا مجالات خير كتير. طب دكتور محمد، في ناس عندها النفس اللوامة اللي هو أنا ليه عملت كده، يا ريتني ما عملت كده، أنا ازاي اتخلص من الحكايه دي؟ هو الناس برضو بيتقسموا لنوعين في مواجهه الازمات والمشاكل والكوارث، في حمال هموم وفي حلال مشاكل. حمال هموم ده اللي يقعد بقى يلوم نفسه او يلوم حد تاني، اسمه حمال هموم، يلوم الحكومه، يلوم الدوله، يلوم اخواته، يلوم مراته، يلوم اي حد، يلوم نفسه. ده حمال هموم، هيلوم ويغرق في المشاعر في مواجهه الازمه. في حد اول ما تواجهه ازمه يفكر هحل ازاي؟ خلاص الازمه جت، نقطه واول السطر، احل ازاي؟ ده ايجابي بقى. ده ايجابي، وبيبقى كل التوجه دايما بتاعه كده. التاني بيقول مفيش فايده، اللي هو حمال الهموم بيقول مفيش فايده. الشخص بقى الايجابي ده بيقول كل عقده ولها حلال، وربنا اللي هو حلال ده المشاكل. متفائل بقى، متفائل، وبيقول بقى ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين، وانه مفيش ازمه هتفضل طول العمر. فده بيبدأ يشوف المخرج ايه. بس هنا في نقطة مهمة جدا عايز اشير اليها، ان احنا بنتكلم برضو على المستوى الفردي ونتكلم على المستوى الجماعي. على المستوى الفردي ان الشخص زي ما الدكتور جمال نوه قال ان في الناس عندهم برضو توجهين، في حد اسمه عنده وجهة الضبط الداخلية، وحد عنده وجهة الضبط الخارجية. بتاع وجهة الضبط الداخلية ده بيقول انا مسؤول عن اللي بيحصل ومسؤول عن تغييره للأحسن. بتاع وجهة الضبط الخارجية بيقول لك لا، ده الحظ، ده الصدفة، ده الواسطة، ده الرشوة، ده فلان، ده علان. دايما شايف امور سلبية او اسباب سلبية، كل الاسباب خارجة عن حدود ذاته، وبالتالي كل الحلول خارجة ايضا عن حدود ذاته، والمفروض انها تيجي من بره. هي الحقيقة دايما ان انت اللي بتحل مشاكلك، محدش بيحلها لك. بالظبط، طول ما انت قاعد تستنى ان في حد هيحل لك مشاكل، مهما كان هذا الحد، صحيح، دوله، مؤسسه، حد في منصب معين، اسره اي حاجه. لا، يعني طول ما انت ما اتحركتش تعمل حاجه، ثق تماما ان حالك هيفضل زي ما هو. طيب. بس احنا بقى بنقول ايه؟ انه كمان المؤسسات والمؤسسات الاعلاميه والمؤسسات الحكوميه والحاجات دي كلها تشرك الناس وتحسسهم ان هم مسؤولين، ما هماش ركاب طياره. يعني انت مش راكب طياره وقاعد رافع الحزام جزء مشارك مستني قائد الطياره هيوصلك. لا، انت هتشارك وتفتح له مسارات للمشاركه، وانت جزء من الحل. اوعى تنتظر الحل من حد بعينه وقاعد موجه عينيك عليه طول الوقت ومنتظر انه في ايده حل سحري وهيحل لك المشاكل. صح. دي يعني لازم يبقى توجيه وعي الناس واشراكهم في حل اي مشكله اقتصاديه بقى، سياسيه، عسكريه. صحيح، اشراك الناس في حل المشاكل. طب دكتوره عزه، هدخل فكره الراجل والست او الزوج والزوجه. الزوجه بتقول لك والله يعني انت راجع مكشر، انت شايل المشاكل بتاعه الشغل، انت جاي البيت المفروض تفصل. هو بيبص على بعض الحوارات بتاعتها، بيلاقيها حوارات ده انا دماغي مشغوله بحاجات اكبر من كده ومواضيع اكبر من كده، لا انت ما انتش مقدر اللحظه دي. الحوار ده دائما كده في كل البيوت. ازاي يقدر الطرفين يوصلوا لانه احترام الواقع الخارجي اللي هو صعب جدا بالنسبه لرجل الاسره، وبنفس الوقت عدم الرتابه والضيق اللي يبقى مستمر داخل الاسره. ازاي نحقق الموازنه بين الاثنين؟ اولا هتكلم مش بطريقه شفونيه ولا حاجه، بس ماشي. المراه المصريه تحملت العبء الاقتصادي طول السنوات العجاف، فالمراه المصريه بطل والمرأة المصرية تاج الراس. الاثنين بقى عشان نبقى ماشيين. اوكي بس المرأة المصرية يعني، وكان ليها طبعا اليد والابر هاند انها بتنزل جوزها واولادها للانتخابات والاستحقاقات يعني المرأة المصرية بتقوم بدورها، ولكن في فروق فردية اتعلمنا كده ان في ست يعني عايزة ترمي الهموم اول ما هو يدخل من الشغل على طول، يعني مش بتديله فرصة يرتاح. فحتى في الاعرابيه اللي خدناها زمان في اللغه العربيه، يعني ان جوزك ما تغضبهوش لما تصحيه من النوم غصب عنه واكليه يعني دي ابسط الاشياء، يعني استني لما يهدى، لما ياكل، لما يرتاح، تقعدوا تتفرجوا كده على فيلم كويس ولا حاجه واتكلمي معاه ببساطه شديده وبلغه كده لذيذه، يعني مش هقول لك مثلي ولا حاجه، وحتى التمثيل في الحياه الزوجيه والكذب حتى في الحياه الزوجيه مش يعني الواحد برضو ممكن يقول انا اتخنت، تقول لا بالعكس انت جسمك كويس، يعني المجامله كويسه. ما هي كده عمرها ما هتخس. اتكلمي مع، على فكره الانسان بيقدر يضبط ذاته، هي بتبقى عارفه ان هي تخينه بس هي عايزه تسمع كلمه حلوه. الكلمة الحلوة دي مفتاح سحري جدا للحياة، فهي تختار الوقت المناسب انها تتكلم معاه وهو كمان ما يهاجمهاش. يعني هي برضو من حقها تلاقي شريك، ما هو الزواج شركة ومشاركة، انه يسمعها، عندها مشكلات مع اولادها، عندها مشكلات في المدرسة، عايز استدعاء ولي امر مثلا، عايزه تزود المصروف، ما هي لازم ولكن هي لازم تحس بيه. فالزواج ده مشاركه. عشان كده انا من ضمن الناس اللي شاركوا في مشروع موده، ان احنا لازم ندرب الناس ما قبل الزواج على ان الزواج هي عباره عن مشاركه وتعاون، تمام، واخاء، يعني ناخد وندي مع بعض. صحيح. طب بس انا عايزه حاجه، بس اتفضلي. عايزه بس الساسه انا بقطع له كمواطنه صالحه، يعني يعرضوا على الناس المشاكل، طبعا الحوار الوطني دي حاجه ثانيه وانا شخصيا اشتركت فيه، بس يعني يعرضوا المشاكل على الناس ويقولوا لهم اسباب ايه اللي هيحصل، يعني هغلي الاسعار ليه؟ بلاش الناس تضرب اخماس في اسداس. الوعي، والوعي بيتكون من 3 حاجات، المعرفه والوجدان والسلوك. لو انت اديتني معلومه صحيحه زي اللي حضرتك قلته النهارده في اول البرنامج بتاعك، الوجدان بتاعي هيتحرك، هبقى انا مواطن فاعل ومواطن عندي انتماء وولاء، فانا هشارك الدوله وهشيل العبء معاها. لكن انا افاجئ بحاجات انا كده بزعل. الوعي، انا متفق مع سيادتك تماما. دكتور جمال، في طرف اخر في الاسره، لو قلنا في زوج وزوجه ورجل وسيده، في بقى الابناء اللي هم مش بالضروره يكون حجم الادراك عندهم زي حجم الادراك عند رب الاسره اللي محمل بكل هذه الهموم. كيف يكون الحوار بين رب الاسره وبين الابناء؟ بص يا فندم، الاساس في كل شيء، دكتور محمد بيه يمكن عامل كتابه عن الاضطرابات الجنسيه، هتلاقي كل المشاكل مع الاب ولا علاقه الاب بالاولاد. كل المشاكل؟ كل المشاكل الجنسيه. لا الام ما الدكتور محمد بقى صاحب الكتاب، يعني ان انا قاري الكتاب بتاع الدكتور محمد، تلاقي كل المشاكل بتتلخص في علاقه الاب مع اولاده. دي جديده دي يا دكتور محمد. فالدكتور محمد كاتب في صفحه كده بيقول لك ان الطفل من السنه الثانيه، النص الثاني من السنه الثانيه بيبدا يتعرف على الاب، فالاب هو الثقه، هو المثل الاعلى، هو القوه، هو الامان، هو الماده. لما الولد بيفتقد العلاقة دي بتلاقيه بيفتقد كل القيم الأخلاقية. لو الأب عنيف الولد بيصطدم معاه فبيروح للإلحاد الديني وللشذوذ. لو الأب ضعيف معاهم الولد بيروح للمخدرات. فدائما علاقة الأب العلاقة الإيجابية مع الأولاد. حتى الولاد النهارده مع السوشيال ميديا بيبتدوا يتابعوا. النهارده الأطفال الصغيرين عارفين إيه اللي بيحصل في غزة، وعارفين اللي بيحصل في الاقتصاد، وعارفين الأسعار. أطفال صغيرين 12 سنة و10 سنين و9 سنين وبيجي يكلموك والأسعار غليت ليه والأسعار نزلت ليه واللي بيحصل باب المندب اتقفل والبحر الاحمر. يعني النهارده السوشيال ميديا خلت الناس. طب انا اكلم ولادي ازاي لو ان هم بداوا سن الادراك؟ الوعي. بص يا فندم، كل لما الناس تفهم بترتاح. انا افهم القصه وافهم ولادي، يعني اقول له مثلا خلي بالك انا دخلي دلوقتي، احنا دلوقتي ادي الظروف الحياتيه بتاعتنا، احنا داخلنا سين، اواجهه بصراحه. بص يا فندم، احنا مش بنكئبه، انت بنبني شخصيه، ابن واحد يعتمد على نفسه، يبقى فاهم القصه. ده من سن كام بقى ابتدي اتكلم معاه؟ المفروض من سن من 8 سنين يبتدي يعي ماذا يقال. على 12 سنه لا انا بفهمه كل حاجه. النهارده لما اجي اقول له النهارده انا اسف احنا مقاطعه مثلا لمحلات، ليه؟ لو انت النهارده انت متعود ان انا بجيب لك كذا، ممكن اجيب حاجه اقل جوده شويه او اقل سعر، وممكن تكون نفس الجوده بس مش نفس البراند ده، اجيب حاجه اقل على اساس ان الدخل بتاعي كله مش هيتاثر، وانا هحاول بقدر الامكان ان انا اعوض واجيب لك اللي انت عايزه برضه، بس ممكن في ظروف وقت تاني. فهنا المشاركه، الوعي والمشاركه بتريح كتير، ولكن عمليه الاجبار هي كده، ما هي كده بتلقى تصادميه من الاولاد. اذا يعني ضيوف استقروا على فكره هي كده، دي لا تنفع من الحكومات ولا تنفع من رب الاسره للاسره. يعني بعد الفصل لازم اسال الدكتور محمد، يعني اشمعنى الاب، يعني اشمعنى الاب اللي عليه الدور الكبير في رؤيه او في تكوين عقيده الاطفال او فكر الاطفال؟ ما الام ايضا عليها دور كبير جدا. يعني أنا شخصيا أعتبر أن الأم مسؤولة أكتر، لأنها اللي بتقعد فترة طويلة في مرحلة التنشئة وبتبقى أقرب للطفل. هنفهم أكتر من ضيوفي ومن الدكتور محمد بعد فاصل قصير، خليكم معنا. طبعا النقاش في الفاصل اثبت لي انه الجميع مقتنع بدور الاب، مش عارف يعني الاب هيعمل ايه ولا ايه يا دكتور محمد؟ لانه اصل الام دورها فطري وحتمي وبتقوم بيه من غير ما حد يقول لها. الاب بقى مش كده، الاب دوره برضو بيبقى فيه جزء اختياري شويه، ممكن يقعد ويشارك وممكن يقول لك انا كفايه عليا الشقه بتاع الشغل والحياه بره. فعشان كده لقوا انه في مشاكل كتير قوي قوي. طب ليه بقى ان الام بتدي الحب غير المشروط، وبتدي القاعده الوجدانيه اللي بتطمن الانسان على وجوده وعلى نفسه وعلى امانه؟ طيب الاب بيعمل ايه بقى؟ الاب بيدي خريطه الحياه، بيدي نموذج للحياه، بيدي نموذج للرجل اللي بيعافر في الدنيا وبيعمل حاجات كتير. لو الطفل ما شافش هذا النموذج وتفاعل معاه، وحتى بيقول لك الاب البارز او الاب الحاضر، الاب اللي موجود ومتحقق وبيدي صورة جيدة للحياة ازاي تكون، بيشوف ابوه وبيحل المشاكل. بس في حاجة تانية مهمة، لانه برضو ساعات يبقى في اسر يقول لك الاسرة المتمركزة حول الاب، يعني الاب بيقول لهم ايه، انا هعمل لكم كل حاجة انتوا بس ولا يهمكم، انا يعني اطمنوا طول ما انا عايش اطمن. ده برضو نموذج للاب بيرسخ لاعتمادية الولاد، انه هم مطمنين بابا هوت، وبابا بقى هيعمل لنا كل حاجه ويحل لنا كل المشاكل. ده برضو نموذج صعب جدا. لا طيب. رغم انه الاب بيعطي ويمنح ويحمي ويعمل الحاجات دي كلها، الا انه لا يجب التمركز على الاب، لا يجب التمركز حواليه وترسيخ الاعتماديه عند بقيه الولاد. طيب دكتوره، سريعا في نقاط عايزين نقول روشتة علاج للمزاج النفسي للمصريين، 1 2 3 المصريين بقى، هنتحدث عن الاب والام، يعني عن الرجل والمراه المصريه، روشتة هدوء نفسي كده ماذا يفعل؟ لازم يقعدوا يتكلموا مع بعض، الحوار يولد الافكار، يعني ما نبقاش اللي هي الخرس الزوجي ده، انا يعني مرفوض تماما، هو سبب كل المشكلات. فلازم يتكلم مع بعض الزوج والزوجه والاب مع الأولاد. ادي 2. لازم الاب يبقى هو القائد والقدوه للعيله، يعني لما بيصلي احنا بنصلي، لما بيبقى مثلا بيشرب خمور احنا بنشرب خمور، فلازم هو يلتزم ان يكون القائد والقدوه والنموذج البشري زي ما قال بندوره. فلازم هو يحط معايير للبيت، يعني بعد الساعه 12 مثلا ما حدش ينزل، بعد كذا كذا، يعني بيبقى فيه معايير. يحل المشاكل، ولكن يعود الولاد على المسؤولية، يستمع لزوجته، يستمع لأولاده، يعرف أصدقاء ولاده. أنا ما قلتش يراقبهم، لكن يلاحظهم، بحيث أن لا ابني يلجأ للإدمان ولا للتطرف ولا كذا، يبقى عارف اللي بيدور حواليه. كمان يشاركهم في موضوع، انا مرتبي كذا، اقدر اعمل لكم كذا، السنه دي هنقدر نصيف، السنه دي مش هنقدر نسافر، وهكذا. انا ممكن اعوضكم بسفريه قريبه جدا. الحوار يعني تمام. لا، والمشاركه ويوزع الادوار، انت انزل اعمل كذا، انت انزل اعمل كذا. طيب انا عايز روشتة يا دكتور جمال اخفف اللود النفسي، يعني انا عايز يبقى عنده القدره النفسيه أو عندها القدرة النفسية على أنها تقوم بالأدوار اللي الدكتورة عزة قالت عليها. بص يا فندم، أنا هتكلم في جزئيتين. في عندنا هرم احتياجات، هرم الاحتياجات القاعدة الأساسية بتاعته بتاع مصلو، قال لك الناس محتاج إيه؟ تاكل، تشرب، تنام، تلبس، عاطفة. اول اربعه دول بالفلوس، خامس واحده مش محتاجه فلوس. صحيح. ودي الاهم، ان لما انت دايما بتدور على اللي انت ناقصك، انت لما بيكون ناقصك الفلوس بتقعد تسعى وبتبقى ناسي ان في حاجه اهم. لما بتجيب الفلوس بتقعد تدور على العاطفه، فتلاقي الهرم كله انهار. فدي انا عشان العاطفه دي، عشان عايز العاطفه تسبق، العاطفه لازم يعني تبقى موجوده، ان كل حاجه بتتدمر لما العاطفه بتفقد. احنا بنشوف ناس بتدمر بيوتها، بتدمر مستقبلها كله بسبب نقص العاطفي. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه السعاده اراده. السعاده اراده بتختلف من واحد لواحد. دكتور محمد اللي يسعده غير الدكتوره عزه، غير سعادتك غير انا، غير فلان، غير علان. ليه؟ السعاده مختلفه. في واحد سعادته في اكله، سعادته في مكان هادي، ساعته في مكان مفتوح، بحر، في نهر ماشي، في حته خضره، في شجره، في لون فاتح. دوروا على الالوان الفاتحه، ما تطفوش النور وتقعدوا، ما تقعدوش تدوروا على النكد. انا هيكون عايز سعيد، اتفرج على فيلم ممكن يسعدني، اتفرج على مسلسل ممكن يسعدني، اكل اكله بسيطه رخيصه وممكن تسعدني، ممكن اروح اكلم ناس انا بحب اتكلم معاها، ابقى سعيد. ابعد عن الناس التوكسيك، وما اكونش توكسيك على نفسي. بالمناسبه النقطه دي، توكسيك على نفسي، معلش عايزين نفهم الناس يعني ايه توكسيك، لان دي برضو طلعت في شخصيه سامه مع نفسها دايما، سامه مع نفسها، دايما ناقد لنفسه في كل شيء. انت وحش، انت سيء، انت او بسمي مع اللي حواليا. يعني ده نبعد عنه، ده نبعد. ده في واحد، انا اسف يعني، زي دايما اقول لهم ايه، انت لما تفتح السوشيال ميديا في ناس على طول تنزل كلام البلد وبتاع، والناس دي اوريدي مش موجودين في مصر. يعني ما انا اعرفهم شخصيا، دول قاعدين في الخليج. انتوا بتنقدوا ايه واحنا اللي عايشين مش شايفين الكلام ده؟ انا لما انقد حاجه انا عايشها، انا مش شايفها بعينيا. ما كلنا في نقد وفي مشاكل، بس في حاجات كويسه. لازم ابص للكويس عشان اخفف عن نفسي الوحش. لما اروح اشوف منظر مبنى حلو ولا مكان شيء كده، الله كان نفسي المكان ده يكون عندي وهو موجود. لما اشوف مثلا، انا اسف، منظر نهر كده واقعد قدامه واشم، ده رخيص. اعتقد لما تقعد قدام البحر ببلاش، تقعد قدام نهر النيل ببلاش، قدام ترعه ببلاش. الحاجات دي اقعد مع اولادي قعده حلوه، اقعد قاعده مع اصحابي نتكلم في كلام حلو، بعيد عن المخدرات وبعيد عن الكلام في السياسه، بعيد عن الكلام في الاقتصاد والدولار. كل الحاجات دي بتسعدني. لكن اللي يكئبني اكتر ايه؟ اقعد اتكلم اصلي. وانا اسف يعني، هو انا هحل؟ انا في الاخر بطلع ضغط عالي، سكر عالي، معدتي قفشت، القولون شد من ايه؟ ده تقريبا نص المصريين يا اخوانا. وما بنامش، ما بعرفش. حافظوا على نفسكم، صح، حافظوا على نفسكم، ما تضغطوش على نفسكم. الحياه هتمشي. النهارده هناكل هنشرب، ما حدش بيموت من الجوع. هناكل وهنشرب وهنمشي، بس ان شاء الله رب العالمين نفكر. لو واحد عنده المعيه فكريه في حاجه ممكن تساعد الحالي، زي ما الدكتور محمد بيه قال لك، في ناس ممكن تطلع افكار تشارك بصوره ايجابيه. طيب ننجح. لو حضرتك في كتابك قلت الاب ثم الاب، بتشوف ازاي الزوجه بقى، يعني النصيحه اللي بتقدمها للزوجه تجاه زوجها؟ الزوجه او المراه هي الوتد بتاع البيت، الوتد. وده الكاتب العظيم خيري شلبي، دليل القوه يعني. خيري شلبي لما كتب روايه الوتد واتعملت مسلسل، بيبين قد ايه المرأة دي هي في عمود الخيمة. هي دي الحاجة اللي فعلا بتضم كل أفراد الأسرة، وبتضمهم وجدانيا بالعاطفة اللي الدكتور جمال أشار إليها. دي اللحمة بتاعت الأسرة كلها. فلو الأم عندها هذه الصفة فبتعمل ده. والأمهات بتوع زمان كانت تقول لك إيه؟ تقول لك يا ابني ما تزعلش، إن شاء الله بكرة ربنا يفرجها. ولد مضطرب منحرف شوية، إن شاء الله بكرة ربنا يهديه ويبقى كويس. عندها هذه الروح. ليه بقى؟ لأنه ربنا خلق الحياة فيها ملطفات ومنغصات. يمكن دي إجابة على سؤال حضرتك، إزاي إن إحنا في وسط ظروف صعبة ونقدر نبقى عايشين أسوياء نفسية. إنه كتير قوي قوي الناس تنظر إلى المنغصات وينسى الملطفات. نعم. أنا هضرب بس مثل من غزة، لأنه غزة يعني واخدة انتباهنا كلنا الأيام دي، وبتعلمنا الحقيقة غزة دروس كتير. وهم في هذا الكرب والناس اللي بتستشهد وبتموت والدمار والحاجات دي كلها، لما اثناء الهدنه طلعوا على البحر الاسر والاطفال وقاعدين نفس النصيحه على البحر في حوش مدرسه اللي هم متجمعين فيها. عملوا فريق كوره ولعبوا كوره، اتجمعوا الاطفال يعني. حاول تدور على الجانب الايجابي، او حاول تدور على حاجه حلوه حتى لو بسيطه من الظروف اللي هم فيها. لا طبعا، لكن ده بيدعم الصمود النفسي وبيدعم المناعة النفسية، وده في أصعب، يعني مفيش ظروف أعتقد في حياة أي بشر زي اللي هم فيها. ومع ذلك هم صامدين ليه المدة دي كلها؟ عندهم هذه العوامل من الصمود. حتى اللي بيموت، يعني النهاردة بفتح في اليوتيوب لقيت واحدة بتزغرط عشان زوجها استشهد. فحتى الفقد له معنى تاني عندهم. وربنا زي ما بيدي الابتلاء بيدي الفرج برضه. وعي بالمشكله. ما بص يا فندم، ايوه وعي بالمشكله. حتى الاطفال النهارده لو ماشي واتخبطت في ايدك واتعورت، بس انت قدامك طريق، بتقول لا انا عايز اوصل. بعد ما بتوصل للمكان تقول الله ده انا متعور، بتحس بالالم. ليه؟ انك في هدف، في هدف، في وعي. عشان كده دايما بقول دائما معركه الوعي هي الاساس. كل لما الشعب يبقى في وعي وفي ناس فاهمه وواعيه للي بيحصل حوالينا وفاهمين، وبعدين في الاخر عايزين نوصل لنقطه اهم، احنا كلنا بوتقه واحده. النجاح لينا كلنا والفشل علينا كلنا، وعايزين نوصل في حاجه ان احنا في الاخر اللي يهمنا اسم ايه؟ بلدنا. صحيح دكتوره سريع. عايزه اقول المصريين بيعرفوا برضو يعني يروقوا على نفسهم زي ما بيقولوا كده بالبلدي، يعني برضو المصريين بيعرفوا يفرحوا. يعني شوف الاعياد اللي جايه في 7 يناير، وشوف قبل كده العيد ورمضان، يعني احنا بابسط الاشياء بنعرف نفرح. فانا مش خايفه على المصريين، يعني المصري شعب يستطيع التكيف مع الظروف بصراحه وطول الوقت. وحتى العلماء في علم الاجتماع والسياسه بيقول لك ان شعب غير لغته مرتين وغير ديانته مرتين. يعني حضرتك احنا من ايام الفراعنه كنا فراعنه بنتكلم هيروغليفيه، وبعدين بقينا نتكلم القبطيه والديانه بقت مسيحيه، وبعدين دخل العرب فبقينا نتكلم عربي. يعني حضرتك ده كلام العلماء، كلام متفائله يا دكتور. يعني انا بقول ايه، ربنا موجود. تفاءلوا بالخير تجدوه. ده من الكلمات الحلوه، ربنا موجود. والمصريين انا واثقه فيهم. هو شعب صبور وشعب طيب وشعب متكيف، ولكن بلاش نضغط عليه زياده. صحيح. بس تفاءلوا بالخير تجدوه. دكتور محمد، ويعني انا سعيد بهذا اللقاء وسعيد بحضراتكم جميعا، ولازم يبقى لنا حلقات تانية عشان نقدر نحاول نساعد المصريين في تخطي هذه الأزمات. والحوار بيبقى لطيف، إنه بيصل للأب والأم والأطفال، ونخلي المشاركة والوعي هي اللي تسود جو الأسرة وتسود جو الدولة كمان بالمرة. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. تفاءلوا. الدكاترة المتخصصين بيقول لحضرتك مهما كانت المصايب، مهما كان وجع الدماغ، أكيد في نور. خلي عندك أي نوع من أنواع الأمل، في أي طاقة إيجابية. كل ما يعني تحاول تخلق هذه الطاقة الإيجابية جواك، هتقدر إن أنت تتغلب على المشاكل اللي أنت بتواجهها. بشكركم شكرا جزيلا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من كل يوم. خليكم معانا.